حطوح نوم صغام دحي ذاك الوليدة أبوه شيخ وافي ما بعد الشوح يسعى مساع كل أبوها حميدة يسعى مساع كل عبد الله الأبيات لا من جات في مدح ممدوح تنسى غصب الليل قد هيد صيده وانا على مدحت هل الطيب مشفوح واطرب على مدح الكفوف نشيده اللي مثل ناصر مقدر وطحطوح نوم اصغى مدحي ذاك الوليده الغامد راسه من الطلخه يفوح دربه على درب المطالق سيده اللي جمع دين وعقل ونقاروح متمسك به للشيم والعقيده وابوه شيخ وافي مبعد الشوح يسعى مساع كل ابوها حميده ربعه لهم في المجد سيسان وصروح بني كبيره للسلوم الجويده ناصر سنة نوره يبين وله ضح نادر تعين في الزمان ذا نديده في المجتمع يسعى بخير ومنصوح لاجل الوطن المجتمع يسعى بخير ومنصوح لاجل الوطن وقف مواقف عديدة ما قلتها قصدي مدور المصلوح من خاطر بالصدق ما لي رصيدة ما قلتها قصدي مدور المصلوح من خاطر بالصدق ما لي رصيدة البشطاح بيض الله وجيكم لا هنتوا لا هنتوا الله يرفع قدك لا هنت لا هنت ايوه اسمعك ارفع الصوت اكثر شلونكم يا شباب طيبين ارحب ابو عبد الله يلا حيهم الله يحييك جمل حالك مرحبا ومسهلا مليون الله يرضى عليك صراحه هذا افشل برنامج شفته بحياتي وجهه نظر وجهه نظر شباب شو 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 ما عاد عندكم مويه ولا شاي ولا قهوه ها حلو عجبتني يقول انت قلتها افشل برنامج لا والله انكم احلى برنامج الله لا يحرمني منكم والله طب عيال الحين تقول لكم صافين هنا بدي اشوفكم ولا يعني اذا ودكم يعني انا سمحان من لا بالعكس انا على فكره معجب فيك على الشاشه لبه شخصيتك جميله على الشاشه الله يطول عمرك انا متابع لكم في القناه يا رب يطول عمرك مو قناه الواقع هذه انا متابع لكم صراحه شكلك جيت صدفه يا الغالي ايه شفت الباب مفتوح سام اي عارفه ونعم ايه المطلوخ ايوه اللي فيها قصيده قبل شوي ايوه والله ونعم ترى جايك هديه الله يرفع قدرك الصبح
أيوه؟ من متجر المزن جايبت هديه اهل الشيبان هديه لنا يا المتسابقين وخذتنا هديه الله يرضى عشان على اسمك بيض الله وجهك الله يعزك خذتناها باخذها جلب بدرجولك جلب بدرجولك هدياتكم ابو ماجد يقول هذا انسان يبحث عن الحلال ويبحث عن ويبعد عن الحرام ويستأذن لو انه انسان جيد كان خذها وعلمني ولو مدرسة مدرسة يعني يضرب لك أربع الأمثلة أربع الأمثلة والاستئذان وفي الأدب سمعت الله الحمد هلا بالعمدة مش الدخولية ما شاء الله والله صراحة مبدع المفروض اللي ما صب للي أصغر مني يعني سيدة لا يمين ولا يسار حكم في العمادة وحكم هنا حكم القرية هي اي هجر وش تنك حكم حكم يعني حلو لقوة الله بلابلش أنا الله يبقى والله ودي وسلطان البارح وداك مع الربع هل عنك طيب عواد وش يقول المنشد خليك ذكي يا عاد ما يحتاج الشعراء لما اقول سالم جديع وش يقول يعطيني قصيده اقول بيت عايض القرني يقول حكمت عدلت فنمت رفيق الباب اعطى شيء موال حلو يعني طلبنا ابشر والله بسعتك يلا يروح لان في موضوع بناقشكم فيه في مفاجآت جدا جميله اليوم تسعدكم تسعد الجمهور سأعلن عنها في نهاية الفقرة أو في نص الفقرة الله يطول عمرك بشروا بالخير يلا أنتم وجيه خير سمعنا يلا. الله يطول عمرك سيف تعال هنا تكفى عشان أشوفك عشان ما ترفع يدك بعدين تزعل تقول ليش ما عضتني وجه أنا حساس ترى ما أنا حساس بالله عليك الله يطول عمرك يلا. وشرفت راسا طويلة والمسا جاني وحفيت رجلي وعيني نثرت ماها يا عيني وين القرايب وين الخياني وين الديار العزيزة طالي ممشاها وجدي لربعي من طاح ضمياني خلوه ربعه ودموعه تنزف دماها ولا العجوز الضريره ما لها عاني تبكي ولدها نهار الكون خلاها صحسانك صحسانك مرحبا مرحبا كل الشباب يرحبون بك يوم جيت شفت كيف الله يطول عمرك كل معليه الله يطول عمرك الحين بسألكم سؤال بس معليش البارح جاء في ملاقط بين اثنين وطلعت صراحة في السوشيال ميديا والجمهور جالس يتكلم عنها بين تركي السبيعي وسعود علوش مستحيل مقلب لا مو مقلب يا رجال انا شفت العلوم بغيت اداهمه في المكتب قال الشباب لا والله ما تروح فاصلحوا بينهم سعود علوش وترك سبيعي مضاربه حقيقيه فعليه يا ترى ما سر هذه المشاكل الحاصله بين المتسابقين ومن هو المتسبب في ذلك ولماذا تلاقطوا فيما بينهم اوف 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 يلا تفضلوا اجوبتكم ابو عبد الله وش نبرر ولا اي قول تمام وابدا اقول اهل الله تركي انا اشوفه اخ الله يطول عمره وابن عم وغالي وعزيز وله مكانه في خاطري الله يطول عمره لكن ربما هي كانت بسبه ان اخوي انا اثنين ردت فعل يعني اي ردت فعل وهو كان منضغط وانا كنت منضغط فقال لي كلمه واني انا قلت له كلمه فحضر الشيطان يعني لكن تركي ما هو بقى مهما تخاصم معي القلوب صافية الحمد لله القلوب صافية هو اعتبره واحد من اخواني يبلغ وانا صادق ولا يهونون اخواني المتسابقين المشاكل تصيب طيب سلموا على بعض عشان نتاكد سلموا على بعض تحيه تحيه للشباب تحيه تحيه استاهلون استاهلون تحصل بين الاخوان احيانا مشاكل تفضل استاذ عبد العتيم مداخلتك الله يعافيك انا اقول احنا اخوان وعلى ما قال البارح كان استبعاد فيصل الدبالين ومحمد الودعاني صراحه مؤثر علينا وكانت النفسيات على ما قال مره قافله سيضعف البرنامج حينما طلع الاثنين ذول بردك على من يقول مثل هذا كذا والبرنامج سيفشل للمتسابقين طلعوا هل هذا الكلام صحيح اعطونا ردكم انا اقول انهم معليش يا شباب انا اقول انهم ركن من اركان البرنامج ولكن مع حبنا وتقديرنا لهم البرنامج لا يقف على احد لا يقف على احد سلام عليك سلام عليك طيب ردي نايف ثامر تفضل
وش وجهة نظرك؟ فيصل الدبلين ومحمد الودعاني لهم كل الاحترام، هم لكن فكه منهم. لا 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 هذا اللي هم من الناس اللي وجودهم في البرنامج كان لها بكل امانه شيء يعطي رونق. نعم. لكن بكل امانه خروجهم خلى بعض المتسابقين يظهرون بكل امانه. الله والله العظيم والله الحق فعلا قال. احد اعطى تحيه؟ لا لا انا اعزهم واغليهم والله. حلو. لكن الكلام هذا صدق والله العظيم الحق قال. ايه. لهم غلا ومعزه، ولكن في بعض المتسابقين ممكن انهم ظهروا لو يلاحظون. ايه يلاحظون. فأنا أشوف أن سلطان عنده وجهة نظر، إيش رأيك سلطان؟ سلطان أبغى وجهة نظرك وأنت راعي رأي سديد. أنا قلت كنت تجي هناك عشان أشوفك. زين حتى ودي مناحي عبد الحربي بس ناشبين. بس سلطان أنا تعمدت إني أبغاك أشوف قدامي. قل ليش؟ ليه؟ لأنه يقولون الناس بأن سلطان سبب في فشل بعض من أجزاء البرنامج. ردك على من يتهمك هذا الاتهام؟ تأيدوني يا شباب؟ تأيدوني؟ طيب تأيدوني؟ تأيدوني؟ دقيقة. صحيح. انتم احلى معزين. تفضل. طيب. لا كلام صحيح. اللهم انا اتمنى تقول اللي في خاطرك. اللهم لك الحمد بيض الله وجيهم، هذا حافز ومعنويات تدفعني بعد ازود. مايك رجال خلني بعطيك شغال. طيب تفضل. مايك شغال. لا تزعم الحقيقه يا سلطان. طيب خليني اتكلم. ترى هذه الحقيقه. لا تزعم. طيب هذه الحقيقه خليني اتكلم. هذا كلامهم ذا يزودني ما ينقصني. انت شفت وبيض الله وجيهم، هذا بعد حافز يعطي باور بعد زود على اللي حاصل. وسلطان اللهم لك الحمد ما يحتاج امدح نفسي، انا افعل والرجال تصفوني في الكلام. يقولون كان الاثنين اللي طلعوا البارح مسي عليهم الخير والله يوفقهم غاليين وعزيزين على الصعيد الشخصي، لكن تكلمنا عن برامج الواقعيه كانوا مغطين على سلطان في ظهار ابداعه. لا بالعكس، هذا كلام قريته. هم اللي مساعديني، اذا يشوفوني انا مبدع فانا بفضل الله ثم فضلهم. يعني طلوعهم معناه ان سلطان سيخفق الايام الجايه. شوف بمعنى ورطت نفسك. اسمع لا ما ورطت نفسي، انا قلت هم دافع معنوي. ايه؟ واكيد الرجال يضلك غاليين عندي، لكن كلمه الخروج هم انه بياثر علينا. شوف بياثر علينا نفسيا اننا بنحزن، لكن ما هو على كل حال ان البرنامج بيضعف. طيب لما طلعوا البرنامج هم رجال وبيض الله وجيهم، لكن البرنامج فيه رجال بعد. كفو. انت شفت طول العمر هم طلعوا طول العمر. محمد يعني مبتيه، ولو ابو علمان موجود بعد نفس الكلام اللي قال محمد. محمد زهمني يقول يا سلطان تراك في محنه. قلت ابشر بعجب عينك. كفو. انا رجال وانت رجال وغير يعني بعد رجال. والله انا وصاني يقول تراك في محنه وتراك بتقوم بالواجب عنا وعن المتسابقين كلهم اللي طلعوا. موصيني وصاه. قلت ابشر على خشمي، فمهما كان ترى بعض الاحيان النقص يولد القوه. الله 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 الله. بالله دقيقة أجين. والله العظيم أنت بسهل عيد. والله حلوة. بعض في بعض الأمور النقص يولد القوة. ما شاء الله. لا بعد حلاك ترى رجع تغير. لا معلم هو ترى عليك. تغيرت. كيف حصلت على الثقافة هذه؟ معلم. إيه وسلم قديع معلم. الثقافة حصلت أنا عليها طويل العمر. فضل الله ثم فضلك أبو عبد الله. تحية يا شباب. والله تحرجني. انت خير من نتعلم منه، وخير من نركز في كلامه، وخير من نستفيد منه. اذا شفتني في علم طيب، ما دامني في ذا القريه وتشوفني في علم طيب، او تشوفني في ثقافه، او تشوفني في شيء للافضل، تاكد اني اشوفك وامشي على ممشاك. الله 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 الله. سلطان اشكرك صراحه، قمه الادب، قمه الرقي في الحوار. انت نموذج حسن لكل شاب سعودي في لغتك، في حوارك، في امثلتك الجميله اللي انا من زمان ما سمعتها. تحيه سلطان. طول عمرك. شهاده اعتز فيها يا ابو عبد الله. ترى حي المطري عبد الواحد. مرحبا مليون. تاخير. الله يحييك. كنا في صوب الاداره عندنا شغله. مرحبا بك. طيب شباب، من يؤيد ان سلطان هو سبب في فشل البرنامج يعطينا مشاركته؟ عادي وجهه نظر. ناحي تفضل. هو تأيد انه نعم تواجده من فشل البرنامج. متواجده وليس نعم نعم. البرنامج ليس فاشل لكن تواجده. اي نعم. سيجعل البرنامج فاشل. اي نعم. نعم. انا اطالب بخروجه. شباب بدون مقاطعه، رجاء سلطان عزيز وغالي على الصعيد الشخصي. نعم. برد عليهم. خصوصا كنت تقول تعلم مني شيء كثير. ما ابغى انكب نفسي. اي برد عليهم بعد شوي. خلهم. انت فك هذه علشان تعرف تاخذ راحتك وتفك الرسميه. ايوه برافو. محمد مسر تفضل. سلطان. رفيتك والله. طيب
اللي يخالف الراي بنجي بس احنا الان نبغى اهل المشاكل. انا اخالف هم الراي عندهم الاسلوب. سعود علوش عنده مشاركه. تزعل يا سلطان من النقاش؟ لا بس لك حق الرد. والله لك حق الرد. تفضل. مع اخوي ناحي ومع الشباب اللي يقولون ان السلطان هو اللي بيخلي البرنامج يفشل. قول ليش؟ اشكر صراحه انا احب الناس اللي جريئين. سم لا البرنامج ما فشل. يسعى. اي هو يسعى بس البرنامج ما فشل. يعني اول كان فيصل محمد هم اللي شايلينك، الان لما طلعوا انت ستقع وستوقع البرنامج معك يا سلطان. صحيح. هذا راي زملاء. واحد ريتويت. تفضل سعود علوش. قول ليش يا استاذ ابو عبديله؟ تفضل تعال. لان عمرك طول. لان شو اسمه سلطان ابريت. سلطان ابريت لا شافنا. الله يعزك. تفضل سعود. سلطان ابريت لا شافنا قاعدين في جلسه. وقاعدين نسولف يخش في الحوار على طول ويخرب السواليف كل نبغى. ويضيع كل شيء. حتى انا ما اقصد الفتنه يا شباب. طيب مرات اسمح لي ارد. اسمح لي ارد. اسمح لي ارد على سعود علوش. اول شيء مخرج جيب الكاميرا عليه. سعود علوش كلمني في شيء في اذني. جيب الكاميرا. جيب الكاميرا عندي مخرج على صوت التلفزيون عشان يعرف البث وين يروح. لا والله اوب 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 اوب. عد عد مره ثانيه. عد اكو مرات يجي يطول على صوت التلفزيون يشوف البث وين يروح. طول على صوت التلفزيون عشان يشوف الكاميرا وين يروح على. طيب قم هناك. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. قم. طيب طيب دقيقة. يا ساتر يا ساتر. تعجبني يا سعود علوش. صريح. تعجبني سعود علوش ذكي. فتح لي الباب. ها؟ فتح لي الباب. صريح. يضل وجهه. دقيقة أنا يعجبني الرجل. صريح صريح. لا 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 اللي الحاجة اللي يسويها يحذفها على غيره. إيه. مضبوط. ثاني شيء يوم يقول يقطع السوالف. أبو عبد الله ثاني شيء يوم يقول يقطع السوالف. احب ارد عليه. طبعا انت يعني ما عدمك سعود علوش. زد سالفتنا يا طويل العمر. يوم حصل بينك جداله هو يا ابو علمان. كنت اسولف يا طويل العمر وقطع سالفتي. كنت اسولف وسفهني. كنت اسولف ويسلم. وهذه حاصله وثابته وموجوده حتى. فلذلك الموضوع ذا ما تكلم فيه سعود علوش. تكلم فيه غيرك. حلو حلو. طيب محمد مسفر. نسمع محمد مسفر. يلا نسمع الاراء. اشوف شوف يا شباب انا ودي ايش اتكلم الكلام ذا لانه عندي هدف راقي ناجح محارب. تعرفوني صح؟ انا احب الاهداف الراقيه. هدف الراقي اللي في القلب ابغى يطيح عشان ينجح البرنامج. يا سلام. صح ولا لا؟ لان البرنامج ناجح نبغى نصعد به اكثر. انا عندي امنيه يا ابو علي. لا في مداخله مش بعد اذنك. عندي سمع. شباب الصوت لو سمحت. عندي امنيه بسيطه بس هي امنيه. هنا امنيه ابو عبد الله. انا بسيطه. كفو ابو عبد الله. كفو ابو عبد الله. هذا هو قطع الصوت. شوف هذا قدام عيني. قدام عينك. شوف دقيقه الصوت ناحي دقيقه. سلطان سعود علوش وش تقول بسرعه؟ انا عندي امنيه ان التلفزيون هذا تشيله. ليش؟ او تشيل الازرار اللي فيه عشان سلطان ابريك ما يطول ولا يقصر. يا سلام بيض الله وجهك. طيب سؤال سم محمد مسر. بيض الله وجهك يا موسى. هو اللي يسحب الكاميرات. هاي سعود علوش. لا بالله نجي طول الصوت. جميل جميل. دائما يجي يخاطب الكاميرا. نعم هذه في مشكله لازم يعدلها. سعود لأن الغلط ما يعيش واقعيته. سعود علوش عنده مشكله ثانيه. نعم الا وهي استاذ ناصر. اسمع اسمع وش المشكله الثانيه؟ طيب عنده مشكله ثانيه. وش هي؟ بعد عبد الواحد. صلوا على رسول الله. اخالفكم الراي كلكم. الرأي يحترم والفكرة تناقش. وجهة نظر واختلاف وجهة النظر لا يفسد الود قضية. رب الرجل ذا مثقف. تحية له. الله يطول عمره. مفروض هذا شيء هو. جدا ما شاء الله. سلطان. يا رجل اصبر يا رجل. إلى الآن ما اكتشفنا الحقيقة عنده. سلطان بعض الأحيان يكون في البث الحالة. إيه. يلومه هو بيخاطب الكاميرا. ممنوع. يا اخوي الحاله يا اخوي خاطب الدله ولا خاطب الكاميرا؟ خاطب الدله. نعم. يشوفون اهل العرب يا طويل العمر سامتي خاطب الدله وخاطب القاعد بيقولون هذا مجنون. الا بيخاطب الكاميرا ساعة الرحمة. طيب واللي طالع الكاميرات يرفع صوته. الامر الثاني يوم يقولون انه سبب فشل البرنامج، انا اشوف انه من احد اسباب نجاح البرنامج. الله الله العده امور. اولا مالك جمهور. فلا فيه واحد يسرح مع الشيبان من بدايه البرنامج الى اليوم الا سلطان البريك. الله انت سمعت. اول عمرك عبد الله. هذه شهاده افتخر بها. انت سمعت. الامر الثاني. تعال تركي. فهو في محور قادم. فهو مثل شغموم على شبت الخوة هولو في تغانم شبت النار قدام أخويا. الله 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 الله. عندي معامله يطول العمر السلامة كل يوم بعد كل عصر. لا طلع من المسجد قال الربع القهوة.
والله مرجع أنت سمعت والله هذا الأمر الثاني والله إني أنا أما لقده أما لقده يقولون إنه يستمع للصوت ويروح يصوب الكاميرا اللي صوت صوبها أنت سمعت هذا من حقه حيث أنا ما جاء هنا لعشان الكاميرا أنت سمعت أصبر رغم إني أخال رغم إني أخال إنه يثبت في محله لين تجي الكاميرا تلعن نعم أنت سمعت يعني هنا عبد الواحد أثنى عليك ثناء عطرا ثم جاك مع اللفة أخالف. وقال أخالفك أنا يعني أي كلامنا في الأخير يعني خلص ما حقه من حقوقه هذا الذكاء الذكاء لا أنا أعطيت كل اللي تستحق يعني ما عندي أنت سمعت وإن كان في ملاحظات فهذه الملاحظة الوحيدة نعم الله يجمل حالك أول شيء ما جيت هنا إلا بالكاميرا نعم أول شيء أنا وشني جاي أبي دقيقة عش واقعيتك سلطان دقيقة واقعيتي وشني جاي أبي خاطب الكاميرا أنا وشني جاي أبي سلطان عش حياتك يعني تصنع أنك واقعي لا أنا جاي هنا للكاميرا صب وجاي أثبت نفسي وجاي أطلع على الكاميرا إذا ما لحقت والله ملك الحمد والله يا الكاميرا تلحقني مضبوط ولا تلحق الطيب وإذا ما لحقتني لحقتها أنا جاي متسابق أنا جاي متسابق وبعدين أرد عليهم يقول عندي سؤال يحكي بكل عاجز يحكي بكل عاجز عن سواياك لا فاعلم فعلك ولا هو بمجنب اللهم لك الحمد طيب انحتوا كلامهم العذرب ويطي العمر فلا هو بزايدني ولا هو بناقصني ونمدحه ويطي العمر في كلامهم يطي العمر يزيد من غلاهم عندي ولا هو كل من عذرب ولا كل من تكلم كلام النباء بس تسمع ملاحظة باخذ الزانة شوف أنا ايه؟ الكبيرة تنطحها والصغيرة تتافى تطمر كفو سؤال تنطحها وتتافى تطمر سؤال دقيقة شباب دقيقة خليكم مجهزين خليكم مجهزين برافو سلطان دقيقة أبسك سؤال واضح وصريح تعطيني الجواب الآن أخوياك أعطوك الإيجابيات وصراحة من رقي عقلهم عقليتهم أعطوك نمط النصيحة مديح زي ما سوى الرجال مديح ثم تلميح لمح ثم تصريح بلا تجريح هو الآن جاك بالأدب والأخلاق العالية في الأسلوب والرقي شكرا لعبد الواحد لكن سؤال هو أعطاك ملاحظة والرجل اللي أعطاك ملاحظة وافقت ملاحظة عبد الواحد اللي أنت تقول إن سعود هو اللي طار الكاميرات أبو عبد الله عبد الواحد أيده أخويا اللي قاله أنا عندي اعتراض هل إن الواقعية إني أنا أجي عند التلفزيون وأطول على الصوت وأشوف البث وينه وأروح الكاميرا ولا أقعد في المكان في السكشن معين وأسعود علوش وأعيش واقعية أقشف أنا ما أبعد شف محمد مسر أنت خلي كمل أنت عطلك دقيقتين أبغى أقول الله الحين أني أعيش واقعيتي هل أني أنا أقعد في مكان الكاميرا من فيه وأخلي الكاميرا تجيني وأنا قاعد أسولف بكل واقعية صح ولا أني أنا أجيني وأطول على التلفزيون طيب خلونا نفهم شيء البرامج الواقعية ما هي أصلا هل سلطان ألف أسلوبا جديدا بملاحقة للكاميرات ويقول أنا جاي عشان الكاميرات ولا البرامج الواقعية هي ما قلت يا سعود علوش بأنك ابدع في مكانك ولا تطرد الكاميرات ما شفناه والله لو بيقوم على الشيبان ولا هو بيقوم الظهر ولا هو ولا نشوفه يطول عمر انا صراحه مؤيد مؤيدين يا شباب سعود علوش لا انا حافظ سعود لا بالعكس لا يطارد الكاميرات عشان وعايش الريليتي وعايش الريليتي والرجل هذا ما شاء الله مجتهد للامانه ترى اول واحد من المتسابقين اشوفه ينام ثوبه جنبه يقوم يلبسه على الشيبان الظاهر انه يجيبهم يا ابو عبد الله انا اطالب تريحون الرجال ذا بدل ما يطارد الكاميرات اعطوه ربيز يا اخي ويتفاهم معه طيب مرحبا سيف السالم حياك الله يا سيف اللهم صل على رسول الله هل انا غير في يدك وش هذا الغربي مكسرات وبهارات عندنا حوار قوي اللهم صل على رسول الله هذا فاصل اعلاني وسط المسلسل صحيح ما يجيك طاهي نقاش حاد الخصم باذن الله حلو لا تخصمون علي يا شباب المره دي لا تخصمون انا اسوي اعلان انا في وجه الغربي السلام عليكم صلوا على النبي قولوا لا اله الا الله طبعا انا اسمع مناقشات بينكم نعم فيوم سمعت مناقشات قل لي وش جبت جبت مكسرات الغربي قل ليش قل لي علشان تهدي اموركم ولازم تروق كل مجلس لازم يكون فيه او ديوانيه يكون فيها مكسرات الغربي شكرا يعطيك العافيه ضبطني وحالنا غير يا جمهورنا الكريم عندهم خصم 10% للجمهور ومتابعي قناه الواقع بامكانكم الذهاب لاي فرع من فروعهم تحصلون على 10% وايضا على مبيعات من عروق المدينه وين عروق المدينه معمول اليوم والتمر العجوه في المدينه الحين. عندهم 21 باكج اسمحوا لي بس اركز ونرجع نقاشنا دامنا بدينا في الاعلى مبيعا من عروق المدينه لعجوه المدينه اللي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم من اكل 7 حبات منها لما يفيق يقوم من النوم يكون لا يصيبه سم ولا سحر
ومعها 21 منتج ما بين معمول تمر مع عادي وبر وش يسمونه الدخن ومع كليجة وإلى آخره. الـ 21 باكج. السؤال المهم جدا وش هو؟ انه الجمهور يسال يقول احنا وش نشتري لان في اكثر من باكج. الباكج اللي الان موجود تشترون منه للحصول على المتسابق بالكود الخاص فيه اللي موجود الان في حساب قناه الواقع في منصه اكس اللي هو تويتر. في كل متسابق عنده كود زين خاص فيه علشان يحصل على اعلى مبيعا. الاعلى مبيعا يكون عنده حصانه من برايم. هذا الاسبوع احنا قدامنا برايمين زين. فالباكج وش هو؟ اللي هو باكج لا عروق المدينه عجوه تمر العجوه وال21 منتج كليجة ومعمول تمر واو الى اخره. 21 منتج الباكج اليوم الوطني له سعر اظن 300 وشوي. الان سعرهم لما تدخل كود المتسابق والله ما ادري اظن 100 وحاجه 100 عطى طريقه سيدي سلام. انا نسيت الان مشاهدينا الكرام اللي امام الشاشات ياخذ جواله ويحط على الباركود. طبعا تطلع له عجوه المدينه اللي عروق المدينه عروق المدينه اللي هو التمر اللي وصى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وصار فيها حديث وصار فيها كلام كثير. سبع حبات الصباح وفي ايضا منتجات كثير زي المعمول وزي الكليجة. يعني تدخل على الباركود اللي موجود ويوديك على طول الرابط. كود الخصم طبعا كود الخصم حقي SS1. خلينا نستغل الفرصه. الشيء الثاني من حقه ولا مو من حقه؟ من حقي. كود المشاكل يا شباب. كود الخصم حقي SS1 وبيجيك خصم بيجيك خصم ايه لا 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 بيجيك لا لا خلنا خلص خلنا خلص احنا اليوم فاضيين صح؟ فيه الباكج عندكم شغل؟ اكثر من 20 نوع. في باكج اكثر من 20 نوع. في عندهم عجوه عروق المدينه. دقيقه هذا هو التمر. هذا مسوق عليه ظروف. هذا التمر انصحكم فيه. اسس وين كود الخصم حلو. هذا الكود الخاص للحصول على الاعلى مبيع يا جمهور. الباركود اسفل الشاشه. روح المتجر اشتر. حتى يا ترى نعود لسلطان من ثقل. هل سلطان من ثقل سيحصل على اعلى مبيعا من الاسبوع القادم او لا؟ الاجابه اعتقد اتوقع نعم لا ابو ثقل انا عندي لا يا ابو عبد الله مرسي يا الله ولا ظنيت ربي بيخيرني. قول له الله قول له الله. هالاسبوع وانا قاطع واردك ابو ثقل هالاسبوع من تحياها الاكثر مبيعا انا والكود عقي N21. والله ما ادري وش الكود والله حقي. يقول لا اله الا الله باذن الله اني باخذ الله. طب بعطيكم عرض قدحه والله ما جتني الفكره الحين ما ادري صح ولا خطا. صح انا شفتها صح. اللي ياخذ الاعلى مبيعا باقي برايمين صح؟ اللي ياخذ الاعلى مبيعا في عروق المدينه زين بالكود الخاص فيه لحصانهم برايمين مو برايم. يا ربي يا الله الله يا كريم. ها انا اشوف عبد الله بخص البنات. وجهه نظر تعارضون وتأيدون. انا عارض الاعلى مبيعا من عروق واحد سفهكم الاعلى مبيعا من عروق المدينه يحصل على حصانهم برايمين وهي اخر برايمين من البرنامج. يعني بيكمل النهائي لا وجدكم الشعبيت ان اللي يدفع له الان يحسب له في التصويت النهائي. لان التصويت النهائي مبني على التصويت المادي اعلى. يعني تحسب لك تشتري الان 100,000 يحسب لك في النهائي. 200,000 يحسب لك في النهائي. والحصانات اللي قبل الحين فيها متسابقين الان عروق المدينه المتجر هذا عروق المدينه. الباكج اليوم الوطني لما تروحون الباركود هذا باكج اليوم الوطني لما تدخل الكود تاخذ الخصم. ما تدخل الكود المتسابق اللي موجود في حساب تويتر غردوا يا سوشيال ميديا. بالله تعلمنا بس والله ترى قدحه بنت الذين. اتحدى احد سواها. اتحدى مدير قبلي سواها. تحيه للمدير يا شباب. تحيه انت قلبك يستاهل بعد سم في الحين ماخذين الاول. انت الاول انا 100% لا اتحدى اتحدى 100% لا ما هي بدايمه لا ما على الله بشيء انتاي يا اخي كلنا عند الله احتجاجي على الله والله اللي مستخدمين الخلق كلنا متوكلين على الله يا رجال ما توكل على الله على الله كلنا متوكلين على الله ناخذ الاول احتجاجي على الله مرتي احتجاجي على الله وانت كامل ما في قلبي مرتي احتجاجي على الله والربع اللي معك شو وضعهم ما ادري والله احنا شو وضعهم ذول رجالي حولك يا رجال احسب لنا بوذيه احنا مسلمين وبعد متوكلين على الله بعد يا سلطان الاسبوع الماضي دقيقه الاسبوع الماضي تكه ومناحي عبد الله الحربي يتعدونك تكه الاسبوع ذا بعيد عن شواربك ما على الله بشيء انساني نعم صراحه انا انصح الجمهور يعطون مجال للمتسابقين الثانيين سلطان ثقل خلاص هو
تزعل ما على الله بشيء انت تحتاج على الله وان شاء الله اني بالموضوع باخذها ان الله بيسخر لي الخلق الله يسخر لي ومرتنح سلطان سلطان لا زال يلتفت الكاميرات وشوف الشاشه انا شغاله عنده الان شوف هذا الان بس مجرد انه تكلم ناظر بالشاشه شاف الكاميرا عليه بدا يبالغ بالاسلوب صح كلامي ولا لا صحيح صح كلامي ولا لا زهره وعندها زعل زعل ابو عبد الله انا اتفق معك انا اليوم تويت انا اليوم اقلب الرادار هنا اعطي انطباعات حقيقيه على المتسابق الرادار يمثلون احنا نطلع حقيقه يا ابو عبد الله ابو عبد الله سم انت اليوم ضد سلطان فيكم هل عشانه الناجح دائما محارب والشجره المثمره دائما سلطان دقيقه الناجح دائما محارب والشجره المثمره دائما ترجم اصبر يا رجل ترمى اللي يرجم الشيطان في الجمرات هل عشان سلطان دائم ياخذ الاول ودي مره واحده لا 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 ما اخذ الاول اول حصان من اللي خذاها من اللي خذاها من اللي خذ اول حصان اول حصان ما اخذها سلطان طيب. ومرت احجاجه على الله اول حصان علي انا رجعنا شباب رجع دون تداخل اصوات دون تداخل اصوات الاعداء اكتشفت الان الاعداء كثر وصدام ثقل لكن زي ما قال الشجره هي اللي ترجم هي اللي ترجم ها اللي ترمى بالحجاره والنقص يولد القوه النقص يولد القوه اصطام ثقل فارق التوفيق فارق المليون فارق الرايه والناموس لانك كفو وتستاهل لكن حصان هالاسبوع بعيد على شواربك ما على غيرك مرسي نحكاجي على الله بشيء انتاي قول بعيد على غيرك اللي يقول اللهم لك الحمد على كل حال اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال الله يا كريم انك تسخر لي خلقك الله رزقني محبتهم يا الله رزقني محبتهم وسخرهم الله لي ولا غبير في احصائيه تبين كم عدد مشاهديك في القوائم التشغيليه في اليوتيوب حلو اسطام الذقر ما تم الاوائل ايش معناها يعني يمكن يتابعون لايف نعم صح لايف ممكن لايف ما على اليد يتابعون اللايف كيف ضبطتك شكرا لا هذه الحقيقه هذه الحقيقه ما ضبطتها هذه الحقيقه سام ابراهيم عواد تفضل احنا في ميدان حبيبي ايه أوب 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 هو قالوا فعل يا ابن عواد قلتوا فعلت قالوا فعل يوم غير ما فعل كثير لكن حنا نبي الفعل فعل فعل اسمع ابو عبد الله رد على الرجال ابو عبد الله الماضي والحاضر جاي كفو معك ومن تحتاج على الله ابو عبد الله كان محامي انت حق انا وياه شيء واحد صاحب ثقل كمل ابراهيم عواد كمل ابراهيم عواد يعرف على البدايه بس خليها ما بيكسر خاطر رد عليه رد عليه هي مجرد لغه الارقام تمام ولكن كثر الكلام على ما قيل الاولين يقولون كلام قرضه ملح شو الاولين يقولون كلام قرضه ملح قرضه ملح اي اوب والله عندك امثال انت بعد عرفت حلو يلا حكمه حكمه هلا وشو تفضل غمازه خليك على غمازتي تفضل اقول هذا ميدان على ما قيل واخواني المتسابقين ما شاء الله كل له جمهوره وله محبين او له كثر الكلام بنبي فعل يا اخي الانسان ذا على ثقله على ثقل كلام رزانته يا رجال احس انه يا رجال بياخذ الحصانه بيكسر الدنيا والساكت يوصل انا في ساعتين جبت له الثاني تسمح ساعتين لي ساعتين جبت عسى النجوم الثاني كفو طيب تسمح لي ما شاء الله كفو تسمح لي انا اقول اللهم لك الحمد انه من يوم ما بدايه الحصانه وانا الاول الين انتهت لا انا ماخذ الاول هم يتنافسون على الثاني والثالث يا ولدك يا بابا شوف السعد شفت يتنافسون على الثاني والثالث وهذا توفيق من الله ما اقول ان الشطاره مني ولا جيد مني هذا توفيق من الله لكن انا ما رحت انا رحت قلت وفعلت كفو توفيق من الله قرضت الملح يا سلطان قرضت الملح لكن انت وقرضت الملح ترفع الضغط عندك لا ترفع ضغطك عندك تذكر السلطان وسلطان ما هو اي واحد ما هو من كيفه توفيق من الله فعل سلطان طيب بس طيب وانا كلام ما عندي انا شفت انت فعل انا شباب دقيقه بس عشان بدون تقاطع اصوات لان عندنا اباء وامهات وعندنا اخوان واخوات يتابعون يزعجون من التداخلات الصوت العالي سلطان يعني حلو انك بعدت مايكك شوي لانه الان الناس يزعجون طيب علمهم يسكتون لا يقعدوا يقاطعوني يرفعون صوتهم ما يبون انك تتكلم لا هم يعطون وجهه نظر وجهه نظر الى خلص كلامك تحترمها وجهه نظرهم احترمها احترمها لان سلطان يا طويل العمر لا شاف اللي محاربينه واجد مضبوط درى انه ناجح ولا وزاد بعد زود اقول لك شيء ممكن تحفيز دقيقه اقول لك شيء سلطان والله انك كفو بس عليك بكمل الشيء الثاني خلف الكواليس بدون كاميرات اليوم صلح لهم قلقل ومأكلهم ومكرمهم بدون كاميرات مصوروا السناب وطلع السناب بقناه الواقع زين داهموك على في الاخير لو انك في البدايه وتصور لا في الاخير اخر شيء شوفوه هو خلاص بغرف وصوروه
فأثبت للناس اللي خلف الكواليس يخدم أخوياه لأنه رجال وقدام الكاميرات، بس الأعداء لما يشوفون الواحد بيتعدام في النجاح يحاربونه حتى يقع. طيب أنا أبغى مداخلاتكم واحد واحد. سأل مجدي ما تكلم سمعنا من شيء. صلوا على النبي. لا سامي جديع قولوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. أنا أشوف حتى لو إن كلامكم صحيح على سلطان، مع إني أشوفه غير صحيح، أنا أقول أبو ثقل يغفر الجميع الكلام اللي قاله، خفت نفسه وفزعته ونهش قردي لجان الضيوف وجان الضيوف عز الله ينطحهم بالترحيب، ينطحهم بالعود وينطحهم بالعود. والله نكف، والله نكف، هذه تشفع لأبو ثقل. بس الحصان ما راح يذهب. ارتح حجاجك على الله وابشر بسعد. كفو كفو. أنت لو بالحصان محمد سعود سريع يلا رتبوا الكلام. سعود علوش، أمس قبل نهاية البث بشوي في شخص دخل عند الكنترول وسألهم قال طلع وأنا أطبخ ولا لا؟ قال أنا جاي تعلمنا، تبي إنك أنت تبينا نحسب لك معنا ولا جاي عشان تعلمنا؟ والله أنت شجاع، هذا الرجل شجاع. طيب دقيقة، أنا قلت شخص، أنا دقيقة قلت شخص، أنا ما قلت شيء. رجل شجاع. أنا قلت شخص. أسألك بالله. لا تسأل بالله. دقيقة دقيقة، أنا مع احترامي الشديد له أنا باخذ من ذا كلام. ما أدري هو قال. أنا قلت شخص. سعود علوش، سعود علوش. من صبر وضد ضد ضد. سعود علوش. صدق يا أخي. سعود علوش نعرف من. تكلم صدق. سلطان. أصدق. لا أنا صادق. أصدق. أنا صادق. لا صار سلطان. لا صار سلطان ضغط عليك. ترى عادي تطلع من. اسمع. طيب ليه ما تسوي مثلي؟ ضغط عليه. ليش ما تسوي مثلي؟ ضغط عليه. لا فعل فعلك ولا تسوي سوايا. ليه ليه ليش مثلي؟ مضبوط. والله إنك لا حكيم. لا ليه عادي واحد. ولو لك تسوي تصرف حسن عشان أقلدك فيه. أقلدك فيه وش؟ طيب أو لأنك 24 ساعة راقد. إلا أنا أقلد نفسي. أقلد نفسي. ولا أنت بتقول. مضبوط. أقلد نفسي. مضبوط. وأتشرفني أنا سعود بن علوش ومثل نفسي. يا سلام. أنا ما أقلد أحد. أنا ما أقلد أحد. أنا خلي الناس اللي قلدوني. شوف بالله. أنا ما أقلد أحد. شوف كيف. شوف الشكل ما شاء الله. خير شباب احنا ما نبغى شباب ما نبغى إيه انفسنا شوف والله خير من نفسنا انا امثل نفسي شباب شوفوا انا يعجبني صراحتكم حلو يكون فيه اخراج ما في القلب نعم. زين لاجل ايش انه ترتاحون نعم. اي والله فهذه الاخوه الصادقه يعني البارح تركي وسعود صار بينهم لاقط وهواش بس اخوان زين صحيح. نعم. الان سلطان التركي يقول سعود يقول لك الاخطاء خليه يطلع لي في قلبه بس باسلوب اسمعني اسلوبها به يطلع لي في قلبه باقي كثير اي طلع لي في قلبه باقي كثير يا شباب هذه باقي كثير تعجبني على حوارك هذا حوارك لا والله الله يطول عمرك يا سلام طلع لي في قلوبكم خليني اعرفكم على حقيقتكم اي عرفت وقت تعرفهم شلونك تعرفهم لاني والله مغمض عيوني تجاههم تدري ليش لانك عايش بنيه طيبه مغمض عيوني تجاههم مغمض عيوني في اخوياي والله الذي لا اله الا هو محمد اني ما اعرف واحد منهم واني ما اقول سوى وسوى حتى لو انهم سوي انا ازود والله اعلمك انا ازودهم ماني بنقصهم لا 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 اجيب العيد اجيب العيد وكلام ان شاء الله لا لا تعطي وجه النوعيه ذي ترى عاد اعطيته الاول الثاني الثالثه يلا اتركه منك ترى ما بجيبها سفره انا ما احب المتصنعين لكن بعلمك والله ابشر بسعادك ابشر بعجب عينك ابشر والله بس عدك يا كبره عند الله يا كبره عند الله اصبر انا كلمه واحده عقبها والله شوف والله ما اجادل لا 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 انا دون نفسي ما دخل اسمع كان شجاع لا تهجدني انا ما حد بهجدني سلطان اسمع كلمه واحده كانك شجاع اسمع قل يا ابو عبد الله قل اللي قاله سعود اسمع قله انا ما غط راسي انا هد الرماد انا ما عندي فحل قل من اللي قايله من اللي قايله سعود علوش الكفو اللي يحزم المليان اللي قلط الضيفان ويطحن بالطيب ويصلح القهوه ويقوم بالواجب لاخوياه ولا هو بيقصر هذا هو ولا هو بيرقد هذا قايل قهوه عرفي ما عرف اي بالله هذا الكفو اللي انا اشهد انه كفو يستاهل ينطح الضيفان ويصلح القهوه ويطيبهم ابشر بسعادك ويرحب ابشر بسعادك واخوياه يا طويل العمر يصلح لهم الفطور ويصلح لهم كل حاجه ويتفقدهم لا من جاعه هذا سعود علوش بيض الله وجهه لكن انا كلمته واحده عقبها ما عاد يرد على احد ان كانك يا ابو عبد الاله بتصدق فيني يا سلطان فوالله ما عاد انطق كلمه وانت بصرك أنا بسألك سؤال ليش تمنع على أخوياك كل اللي ذكرته؟ لأنه أنا أمدحه ما ذكرت لا ما أنت مدح نفسك بطريقة غير مباشرة لا 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 هاي لا واضحة واضحة قدم الطيب لا تبحث عن شيء أنا بيعلمه سمي والله أنه أبو ثقل عاد أنا كنت زايده لكنه والله أبو ثقل أنه هو نعم الرجل وأنه معنا وأنه يزيد الحبل وصله زين ولكن الكلام اللي نقوله لك
ان الارقام متحوله عشان ما تنصدم. ما عاد هي دايم يا اخوي تاخذ الاول. حنا عشانك نبي نعلمك انك ما عاد انت باخذ الاول. يعني تبون يعطيكم مجال؟ ما لا تعطينا يدكم ما تعطي. خلاص ابو عبد الله انا افتح لهم المجال. افتح لهم المجال. ان جاء شيء ما عرفته مع اني ادري واحد لكن اتحداك اعلن انسحابك من البرنامج. ليه اتحداك؟ انت قبل انا جاي انا كلهم من الصدام. انا جايب المليون. طيب هو يقول بسكت ما عاد راح اتكلم. خلي المجال انسحب زيلك الحين. انت صدقت فيني؟ انا جالس اناقش لا تحكم. طيب. انت عارف رايي فيك الشخصي. طيب. بس اليوم انا خليت اخوياك يتكلمون. انا انت يا سلطان عارف الناس دائما يقول لك خلف الكواليس وعلى الشاشه انك شقردي وانك حر وانك صقر وانك رجال وانك تجملنا عند ضيوفنا في غرفه الضيافه اللي ما عندها كاميرات. نعم يستاهل. وانك تجملنا عند ضيوفنا عندهم كاميرات لانك شقردي حر. بس اخوياك اليوم يعطون كلام في خطرهم. انا عارفك بس هم يخطر لهم كلام قالوه. طلعوا فيها شيء يا رجال علموني. الله وجيهم. طيب عرضهم. طيب محمد مسعد عبد الواحد ايه بس في ساعتين جاء الرجال ابراهيم عواد الثاني. يعني لو انه من زمان ابراهيم عواد كان خذ الاول. وينهم وينهم من اول في ساعتين يا ابويا في ساعتين وينهم جمهور المحجم المليان ثلاث ايام هي اول الاول من يوم اعلنتها الاول والاول ومرتاح جاج على الاول مرتاح لين خذ الاول يتنافسون على ارقام. طيب طيب سنسمع عبد الواحد. عبد الواحد اضرب. اللهم صل وسلم على رسول الله. انت يا ابو ثقل انت الداح من الرجال وانت كفو ولا فضلك على من يسمع. ولكن حنا في منافس وحنا في مسابقه. فين جبت الاول ذا اليوم؟ والله بشرط انك تجيبه بكره. الله 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 الله. اسمعني حنا في منافس. كلامه عين الصواب. اللي بيجيب الاول بيجيب الثاني والثالث والرابع. اسمعني لكن التوفيق بيد الله. خليني اكمل. انا ما قد خلص. عليه كمل. تفضل. حنا في تحدي. سلام. رجل في رزم جري. حنا في تحدي وفي منافسه. ولا ادري لا تقعد انت سمعت. وذا اليوم ليه جبتها عليك وجه الله انت اسكت. ليه جبتها يا طويل العمر سلامه امس وقبله واللي قبله انت سمعت. الامور طيبه. انا كنت اتنافس انا ويا سيف ال سالم في التصفيات وانا ما اعرف. يا ادعم بالدراهم وادعم بالدراهم. انت سمعت مره نجي الاول ومره نجي الاول ومره نجي الاول ومره نجي الاول. يمكن ابو عبد الاله اطلع على الامر هذا واطلعت عليه ولا فيها شيء. انت سمعت ولا اغتظت منه. شو والله انه عندي من انه عندي مثل العين. انت سمعت الامور يا تقول هم على الصدام هو عندهم الامور يا والدنيا سعه. انت سمعت وان جبت الاول. انت سمعت وك جبت همس وعوايد لك ما هي بجدايد. انت سمعت وان جابه غيرك فالله يوفقه ويستاهل العلم الطيب. ولا هي بغريبه على اخويانا. طيب سلام للجميع. انا بتكلم بس بدون تقطع اصوات. مو بندري تحدى بدون تقاطع اصوات. عندي انا مذيع. احترم الفقره واحترم مذيع. لا اله الا الله. لا اله الا الله. فلوسهم شر. حق. لا اله الا الله حق. ها. انا مو بلا جامك انا مجالنا نحكي قلت انت لا. صل على النبي. ما يخالف ما يخالف. بس يطلبني ابو عبد الله بدون تقاطع اصوات من الشباب. هو يقولها بدون تقاطع اصوات. دعوه سهله. فكر يوجه الكلام لي انا. تفضل الحين. احتراما لك لانك تقول يا شباب بدون تقاطع اصوات فعلمك عشان يهجدون. وليش متهجد الرجال؟ اهجدهم عشان ما يقاطعون الاصوات. ما يقاطعون. لا حكوا اسم. ما يقاطعون. لا اهدى 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 اهدى. اهد. صلوا على النبي صلوا على النبي. صوت 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 رجال. شباب احنا ما نبغى نقرب الرادار بس انا اليوم ابغاك تنظفوني في خطركم. انا ابغاك تنظفوني لان دائما الصراحه حلوه. الصراحة مزعجة وانا صريح. تزعلك ما تزعلك وبدل ما نجتمع زي البارح على الهواء خلف الكواليس الحين قدام الناس عطوها ما فيها شيء ما فيها عيب. سم ها سم السلطان اذا ما لقى فرصة انه يشارك في المشاركات يرفع صوته ويصادم بالكلام عشان يقعد. يعني هذا شيء لا يرزقني يرجع. دقيقة انت ما احترمت سلطان. انت ما احترمت كل اللي في المجلس. ما احترمهم. اعتذر عن الرد ما احترمت كل المجلس. هذا ايش تقول؟ يقول بهجدهم. طيب خلهم يتسقط على اصوات. يسكتوا برد. شباب صلوا على رسول الله عشان بس احنا ما جالسين نفهم شيء. ما بالك اللي في بيوتهم الان يتابعون. نعم نحب نقطه. سلطان سعود علوش وجه لك امر. تبي تجاوبه؟
ارد على سعود علوش. قبل سعود علوش دقيقه. قبل سعود علوش. سعود علوش الان اعطاك اتهام. دقيقه ما سعود علوش خلى على جنب انا برد على سعود علوش. ليه ليه انت على جنب مالك مستواي انا فوق انت مالك مستواي كفو انت ما تقدر عشان تقولها عشان كذا مرد عليك انت ما تقول ما تقدر تقولها لانك كفو انت ما تقدر تقولها بس انا نوصل المواصيل هذه رجاء ما نوصل المواصيل هذه خلونا في الامور اللي تحت طيب حلو انا اليوم واحد. انا اليوم مبسوط طيب. انا مبسوط اني ترتفع انا مبسوط انه سعود علوش خاطره شيء قال لك بصراحه طيب مره وقال لي كلام باذني والله لو قلته لو قلت على الهوى يا سلطان يا ان كان عندك جمهور يروحون منك والله الذي لا اله الا هو حديتني على حلف ان يلي في بطونكم ما علي منه طلعوا لاني واثق من نفسي انا امشي على عز واثق من خطوه يمشي ملك واثق خطوه يمشي ملك اللي في بطونكم طلعوا ما تسكتني ما تسكتني بدع ما تسكتني بدع بدع الحمد لله رب العالمين خلف نصر 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 يا اقسم بالله لا ما تسكتني يا سلطان انا رجال ما عندي خبايا ولا عندي ولا عندي خشاش علوم انا على وضع النقاب شباب اللي بقلبه كفو صوتك الخبايا لسعد القحطاني قاعد سعد القحطاني وش اقولها في خبايا في قلوب الرياجيل طيب انا ما طيب. انا ماني بجي ورا طيب. الخبالات سؤال انا اجيك بالتراله بالراس التاده سؤال اشبها شبها وانا خنوره اشبها شبها وش به تشبه ما به الا رجال ينطح نطح ولا عنده الا ولا ولا عنده الا انطح ولا عنده الا علوم المرجله والطيب اللي تنفع راسه غيره هذا اللي بداحن به اداحن بالمرجله والعلوم اللي تفاهقون الرياجيل ما يصلونها هذا اللي داحن به ابشر بس عدل ابشر بس عدل كفو الله وجيه بعدين بعدين عندي مقاطعه بسيطه شباب صوت دقيقه شباب ابو عبد الله اشبها ابو عبد الله قبل اشبها ابو عبد الله كلم ابو عبد الله تكلم انا واثق من نفسي واثق الخطوه يمشي يمشي طريقه لا تبرق ايش لا لا دقيقه تبرق دقيقه دقيقه ابو عبد الله سلطان استقبل اللي بقوله لك الحين انا ابو عبد الله من كلام ليش لا 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 هو كلام سعود علوش لا عشان ينظف اللي في خاطره رجال مع احترامي الشديد لك يا ابو عبد الله انت قلت قل انا قلت لك قل بس وش 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 سعود علوش ايه سعود علوش ايش في سعود علوش سعود علوش ايش في سعود علوش سعود علوش ايش سعود علوش اعتذر وارتفع عن الرد عليك ايه لاني فوق لاني فوق 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 قل قل يا ابو عبد الله يا اخوي قل اقول قل يا ابو عبد الله شوف ترى شوف شفت ابغض ما عندي انا شوف انا تراني قايل لهم قايل لهم اني معدل منفع لكن انا انفعالي منك لاني منصدم منك مضبوط لا مو من انفعالي يا اخوي ابو عبد الله شباب اصوات الصوت صوت لو سمحتوا خلاص انا اليوم جالس معكم اخوكم زين ومدير البرنامج وفي خطه لكم اشياء هذا برنامج واقعي بدل ما خلف الكواليس تفضون بالبارح ما انتهينا على شيء وعلم زين الان قدام الناس قل اللي في خاطرك فلان قل اللي في خاطرك فلان ما فيها شيء في خاطرك شيء سعود علوش رجال وانت رجال زين قال لي في خاطره فانت سمعته لا لا تساوي نيبه لا 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 خلها اطيب مني اربعها خلها اطيب مني اربعها خلها اطيب مني ها خلها اطيب مني لا كلكم ونعم خلها اطيب مني كلكم ونعم كل ظالم لا انا اطيب منك انا دال اسمع كلهم سلطان. طيبين مضبوط سلطان مضبوط ايه كلهم طيبين وانا اشوف نفسي ولا طيب انا انا فوق يا اخي انا ما بتكلم معك مو انا انتظر من طيبين مثلك انا اقول كلهم طيبين واشوف نفسي اني ادونهم في كل شيء فيك الخير لا والله كفو لا والله كفو لا لاني اشوفهم اطيب مني كلهم حنا الشايب اللي الشايب اللي نشد عياله ثلاثه وش قال قال ميد ولد اهل سبير يا فلان تعالوا شن ترى الرياجيل قال يا الله هيبه ترى بعض الرياجيل والله هيبه اني ما راهم شيء اني ما راهم الا مثل الجراد قال ميد ولد اهل اسط وانت يا ولدي وش انت ترى الرياجيل قال والله هيبه اني الرياجيل عندي سوء ما فرق احد من احد قال ميد الصغير وانت يا فلان وش ترى الرياجيل قال والله يا يبه اني اراهم مثل الجبال فانا مرى الرياجيل الا مثل الجبال كابو. قال الشايب وطيب راسك قال الشايب اما انت يا الكبير في الرياجيل ما يرونك الا مثل ما يرون الذباب معدهم جرى والله 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 ولا انت يا ذا الوسط اللي الرياجيل عندك سوا تراك من جهاز خلق الله اما انت يا الصغير اللي ترى الرياجيل كبر الجبال ترى الرياجيل يرونك مثلهم ما تراهم مثل الجبل وانا كذلك انا مر الرياجيل الا جبال واقول لك شيء اقول لك شيء سعود علوش ما ناقشك الا يراك جبل وانت ما ناقشته الا انه ترى انه جبل كلكم جبال انا مناقشك كلكم جبال لو انك انا ناقشته ما بناقشك انا ليش اناقشك لا انا ناقشته ومن حقه يقول لي في خاطره فقال لي في خاطره طيب سعود تخيل يا ابو عبد الله خلنا نسمع سالم سالم ما داخل
يا اخوي باش اخسرها ما وش لزومك انت يلا شخصنها خلاص شخصنها تكفى تكفى شخصنها تكفى خلاص يا ابن يا اخوي سلطان لا سلطان عيون الله خير مرسي انا من باب مصافات الخطر سلطان قبل شيء قال قل وهو اتوقع انه واثق فيك انت ما انت مصدق فيه اللي قال لك سعود انا هو يعرف خاطري ايوه هذا هو الكلام بس احنا نبغى نتجادل في الموضوع إيه؟ اللي قال لك سعود ونشوف هل هو صدق ام انا ما يقهر انا اقول خلي الموضوع سلطان خلاص سلطان انت مثل اللي يقول اعلم يا اخي علم طيب خلي يعلم انت اللي تكلم لاني انا ارتبع انا ارتبع هو اعلمك هو يجمع اشياء يجمع امور ياخذها من نفسه ويحذفها يحذفها على شخص فلذلك علم يا ابو عبد الله كل اللي يعرف انا سعود بن علوش يدري انه مو كفو يا المحزم المليار ويدري بعلومه ماني محتريها منك لكن كلنا نعرف من هو سلطان البريك يتصنع ايه؟ يلحق الكاميرات حلو. يطول على الصوت ويخرب الجلسات ويطبخ من الله علشان الكاميرا علشان الكاميرات ودليل على ذلك في فقره المطبخ جايين عند بداخل تقول ما طلع الطبق بيض الله وجهك ننتبه الناس يشوفون طبق يعني والله تسلم شهادة نعتز فيها يا ابو علوش اني داري بيض الله وجهك بيض الشاشه خلاص احنا انت مخبرون بالكلام الطيب شباب الان نبغى نبغى نقفل الموضوع ذا كلامه تاجن على راسي والله يبيض بيض الله نشوف علوش سلطان يجي من كل العلوم الطيب سلطان لا تتعاطف يا سلطان خلاص لا تعاطف لا تعاطف ابشر على خشمي شباب خلاص صلوا على رسول الله صلوا على رسول الله قولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طلعتوا في خطركم صح انتم الان طلعتوا في خطركم سعود جالس يضحك معك بيض الله وجهه زين لا لا طلع عمر ينطل بها دايم بس بيض الله وجهه وهو يطول العمر سلطان بريك دقيقه والله يبيض وجهه الله يبيض وجهك طول عمرك هل صحيح انك انت في مره من المرات دخلت علي في غرفه النوم قلت يا سعود صورتي انا شقيتها وقل لي يا سعود في البث يا سلطان من اللي شق صورتك يا الهي ما هذا قلتها ولا لا قلتها وجيت في الرادار وش قلت قلت سعود هو اللي شاقها وانا ما شقيتها وانا ما اعترضتك اول شيء اول حاجه قل لا اله الا الله يقول الرادار قال ان سلطان يقول ان سعود اللي شاقها فاول شيء يرجعوا للرادار وانا اللهم لك الحمد ما جاء مني عليها الا كل علم طيب قلت انكم طلعتوا سعود علوش تبوا تحطونها فيه يوم يطلعك من الشبهه مضبوط يا رجال كل ايه طيب توك تقوله خلني رد لا لا طلعني من الشبهه خلاص يا عيال شوف 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 خلاص 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 حلفت لا ما ابغى نطولها خلاص سلطان خلاص اسمعني كلنا تناقشنا بغيناها في البدايه اسمع سلطان انا صادق لا تجلس لا تجلس اما راض بينهم هم ما بينهم لا 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 والله وجهت كلامه ذا تاجن على الراس ما بينهم شيء اخوان وعزم الاخوان احنا نحتاجك ابو عبد الاله بعد البث بقول لكم شيء نحتاجك بعد البث انا بقول لكم شيء انا بدايه البرنامج ما جبت ولا كيكه في البرنامج ذا صح ولا كيكه واحده فانا ابغى اجمع كيكات مصنع كيك حقي ما عاد يمشي سوقه فقلت ابغى اسوي مشكله عشان اجيب كيكه الله فان شاء الله بنجيب كيكه تحيه للسلطان وسعود علوش تحيه تحيه سلطان شوف على التحية ها حط تحية يا أخي أنا تحية لنفسك أقول والله أنك من أنقى القلوب من أرجل الناس وكذلك سعود علوش شكرا اني اعرفكم على الصعيد الشخصي وعلى مراجلكم واخوتكم وصداقتكم وان مزارك طيب بينكم خلف الكواليس وعلى الشاشه اللي يزود خوي واللي يحصل في الاعلام ويحصل في الشاشه طبيعي يحصل بين الاخوان نعم. عبد الله عتيبي مشاركه نختم فيها انا اقول والله انهم كلهم عينين في راس واللي جرى بينهم مزح وضحك وانا اودي اطلبك طلبه انك تقفل هذا المحور وتنهي لانه طال وما ودنا يجي في الخطر شيء احنا قلنا الموضوع خلاص قفلناه وما في خطه شيء خاطرك شيء يا سعود ابدا لا ما في خاطرك شيء بيض الله وجهه على علومه الطيبه نبره الصوت ابو عبد الله حط مسكين هو الحين دخل شخصيته انه مسكين لا بالعكس والله من انقى القلوب انا ان كنت اقول انه في انسان مخموم قلب في القريه فهو سلطان بن ثقل رجل مخموم القلب انت الرجل البريء اللطيف الجميل الرائع المميز الخلوق هبلت ابن انت ما شاء الله انت ما تلقى واحد عضيته ولا تلقى واحد مسكته مع شماغ الله يهديك انا صدقت قبل شوي ذا الساعه قال بضدي شوي له خلاص بنهدي الان بنهدي انا اليوم عجبت صراحه كثير بصوت متسابق وان كان الانشاد عندكم في القريه صار قليل جدا يا ترى هل هنا لا يوجد اصوات منشدين يا ترى هل لا يوجد اصوات شعراء انا التبت هنا واجد نايف ثامر سالم جديع كذلك صوته من صراحه الاصوات الجميله ابراهيم عواد عبد الواحد من سلطان سلطان اي سلطان نعم دايم تنسوني ترى لا مشخصنها يا ابو عبد الاله يا مخرج قالوا عطنا شيله سلطان دشنا الاسبوع الماضي والله تشغلها شيله سلطان ايه
استعس استعس عطنا كلوز كلوز عليه زومل زومل على وجهه زومل زوم زوم عطونا شيء للسلطان على البريك عطونا اياه بالراضي بالراضي جاز الشيله منيب بسمعكم يلا ايوه يلا قوم ارجع قوم العب هذا حق زين روح ثاني زين الاول هذه طول طول سماعنا طول خلنا نلعب ننبسط تعال هنا تعال ارقب عشير النادر في المزايين اعطي على شوفه من ابلي بشاره اللي يجعل في الصدر مثل البراكين في الكبد من بعده لهيب وحراره اللي في رقب القد والعنق والعين مع زينها والثقل فيها صقاره تسلم عقول الراكدين الثقيلين اللي مهازين البدو الحضاره في دربها ينبت فياض وبساتين يا جعلها بقعام جارة من سبته كني كسير المعادين والكسر بالتمة تضمه جبارة خلي طريح عقب ملقى الحثيثين من قل حيله ما قدر رد ثارة خلي طريح عقب ملقى الحثيثين من قل حيله ما قدر رد ثارة أمشي برافو تصارعوا 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 اخيرا تصارعوا ايضا لو جيكم يعني نبتيكم يعطيكم العافيه ولا يهينكم خلاص ملاح مو بنتم متزعلين ذوليك متزعلين تعال شباب شباب لا تروحون خلاص سامع ما ادري لا تعال نسوي فتنه ثانيه تعال نسوي مشكله ثانيه تعال ترى في عشاء جايكم برا ان شاء الله تعشون علم الشباب ايش اللي في خاطري عليكم العلوم الطيبه طيب نايف نايف لا تروح بيك بيك في مفاجأة لك بعد إلى خمسة إذا ما جيت ترى بتروح عليك في مفاجأة لك بالله إيه طيب جمهورنا أخواني وأخواتي الحمد لله على الصلح الحمد لله على التمام الشباب كذا كعادة البيوت كذلك أحيانا الأخت مع أختها الأخ مع أخيه يعني الأمور تحصل فيها أحيانا يعني مشاكل زي كذا أو شيء في الخاطر وينقال والحمد لله الأمور ما تصعدت أكثر وشوفوا طيب قلوب الشباب ما أحلاهم ما أجملهم ما أرقهم عيال ناس محترمين خلوقين رائعين يعني كلام ونرفزه شوي بدأناها بمزح وكان الموضوع بدأ يشتد ولكن في الأخير عادوا من جديد ويعني احضنوا بعض وشكروا بعض وتصالحوا فيما بينهم فهذا اللي احنا نبي دائما يكون فيه الود والاحترام والتقدير بين الجميع فالحمد لله وما أجمل أيضا أن يكون في صلح حتى في البيوت الآن في يا جماعة الخير في البيوت في مشاكل صح ولا لا؟ نعم وأحيانا أخوين يكون بينهم مشكلة صح ولا لا؟ في المشاكل هذه مصيبتها مصيبة ليش؟ تدرون بأن الأعمال لا ترفع إلى الله بسبب أن يكون في اثنين متخاصمين بينهم وبين بعض؟
تخيل تصلي تصوم تصدق واو الى اخره، لكن دامك بينك ومع بين الشخص مشكله فعملك ما يرفع الى الله. سيف خليكم معي، ايش فيكم؟ فما يرفع عملك الى الله سبحانه وتعالى بسبب انه في مشكله. فنقوا قلوبكم، نظفوها، دائما اجعلوا خيرهم الذي يبدا بالسلام، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. دائما يكون الافشاء السلام بيننا، دائما يكون القلب نقي طيب. احيانا ربما يدخل الانسان الجنه بسبب انه قلبه طيب، مخموم القلب. احيانا الانسان يدخل الجنه بسبب يعني طيب القلب، رقيق القلب. احيانا الانسان ربما يدخل الجنه بابتسامه، احيانا ربما يدخل الانسان الجنه بسبب مصافحه، احيانا بخلق الطيب، احيانا يدخل. فما اجمل ان يكون حياتنا كلها نقاوه قلب، رقي، لطف. وياك هالكلام الطيب، بس فيه تنويه اذا سمحت لي. تفضل طال عمرك. الله يعافيك. الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لا يحق للمؤمن ان يهجر اخاه فوق ثلاث. يا يعني سلام، حدك ثلاث ايام. وفي قصه ودي اسردها على السريع، اللي هي اتى رجل والرسول عليه الصلاه والسلام جالس في المسجد، فقال الرسول عليه الصلاه والسلام من اراد ان يرى رجل من اهل الجنه فليرى للرجل اللي بيدخل عندنا. فدخل الرجل وشافوه ولا عرفوه الصحابة، وجاء اليوم الثاني وعاد عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. فلحقه يوم من الأيام أحد الصحابة، لحق هذا الرجال يبي يشوف ما هي الخبيئة اللي يسويها هذا الرجل، وجاء على أنه ضيف. فالصحابي هذا رأى أن الرجل وهو مضيفه ما زاد عليهم لا بصيام ولا بصلاة ولا فيه أي شيء. فبعدين الصحابي هذا رأى طلب من الرجل أنه يخبر، قال له يا أيها الرجل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بيدخل عليكم رجل من أهل الجنة ويقصدك أنت، وأنا جيتك ضيف، ما لقيت عندك خبيئة، ما لقيت عندك شيء زايد عنا، أنت وش تسوي؟ فقال أنا والله ما أسوي شيء إلا حاجة واحدة، وهذه قاعدة ذهبية، قال أنا إذا جيت أنام أسامح كل من أخطأ علي. يا سلام. وبهذا الفعل شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل الجنة. هذا والله أعلم. بيض الله وجهك. يعني اليوم خلونا نعلنها بأن نسامح كل من كان بيننا وبينهم زلل أو خطأ أو مشكلة أو خصومة، نعلنها لله سبحانه وتعالى، لعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا. ومنفذ رحمة، منافذ الرحمة كثيرة، منفذ رحمة بأن الله يغفر لنا ويدخلنا الجنة ويرحمنا، لأن نظفنا قلوبنا يعني اللي بيننا بين الناس. يكون اليوم العنوان عندنا مسامح كريم، المسامح كريم، صح ولا لا؟ صحيح. من هو؟ فايز، تعليقك على الموضوع، موضوع مباراة المنتخب مع الصين. ألف مبروك للسعودية. الله يبارك فيك. الفوز. كمل، إيش فيك؟ أنا كنت مسرع وقال خل فايزي هذا. ولكن اما عن التسامح وما التسامح، عندكم اقرب مثال قبل شوي سلطان وسعود علوش، شوفوا ما شاء الله تمازحوا وترازحوا وبعدها على طول تصالحوا. يرجعون ذا الحين، يا سلام يا سلام يا سلام، يرجعون ذا الحين اخوان طبيعيين. فالتسامح شيء من حسن الخلق. جميل، والله وجهك ترى ما اسمع كنترول. اوه طيب، من الأشياء الجميلة اللي الواحد يكون ينظف اللي في قلبه تجاه الآخرين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر. شو معنى وغر الصدر؟ يعني لما أهدي لك هدية وفي شيء في خاطري ينزاح، ينزال. تهادوا تحابوا، هذا حديث آخر. الهدية دائما جميلة، قدموا الهدايا ما بينكم واصلحوا. ما أنا متزعل وياك، والله أنت سعود علوش تهدون بعض، بس بكرة إن شاء الله اعطوني فلوس اليوم، بكره اجيبها لكم ان شاء الله. بيض الله وجهك. سمي عبد الله الحربي. الكلمه الطيبه ترى هذه هديه. الله، انت اذا ابتسمت عبد الله الحربي والكلمه الطيبه هديه. كم نعم صحيح. حتى انك انت اذا جيت عند شخص تكلمت معه قلت له محبتك له، اذا انبسط الشخص ترى كان تكسب اجر. الله، لانك سعدت شخص. يا سلام يا سلام. جماعه الخير، من واقع خبره بالحياه، مره في موقف، خليكم الحين معي زين، المخرج طفي الشاشه بالله. الله والله طفي الشاشه.
والله ما عدهم معي اعوذ بالله كل عيونهم على الشاشه كلهم يناظرون فيني هناك وانا جالس عندهم هنا الله يبلانا محرومين من السينما من زمان صح؟ طيب ان شاء الله باذن الله شوف الدور الثالث في موظف هناك قل له مرسوم الناس الغامدي طيب في من ضمن المواقف خلونا جادين بس دقائق عبد الله فتح عندي افاق حلوه كلمه طيبه احيانا تدخل السرور على اخيك المسلم احيانا تكون في عون اخيك المسلم احيانا تقدمها وما تدري عنها وتمشي وتمر السنين تجد اثرها على الانسان وجربوها وممكن بعضكم جربها انا اذكر مثال يوم من الايام تفاجأت انا في موقف صراحه ما انساه والحمد لله المواقف كثيره واتمنى اني انا واياكم دائما نكون نقدم السبت نلقى الاحد ونقدم الخير نلقاه في الدنيا ونلقاه في الاخره لان ترى الدنيا لما يجيك بشائر من الخير اللي انت تقدمه هذه من عاجل بشرى المؤمن كان الله يبشرك ترى كنت بخير امورك زينه تراني احبك يعطيك اللي يجيك الناس يشكرونك كذا ترى هذا من عاجل بشرى المؤمن اما الجزاء الاوفى عند الله انه يرحمك ويدخلك الجنه باعمال انت لا تلقي لها بال بعطيك مثال والان هو يسمعني اخوي عثمان بن عقيل هذا احد الشباب كان اشتغل معنا هو تقريبا عمره 18 19 سنه بداياته وكلمني ما ادري من كلمني انه يبغى يشتغل في العلاقات او في الاعداد او كذا في الاعلام فجبته في قناه من القنوات اشتغل معنا فتره ولما اشتغل معنا فتره طلع من القناه كان حكى الموضوع هذا عندي في سنابي انا انصدمت لما انا صورته قال الرجل هذا له فضل علي كبير انا ما انساه قلت كيف انا له فضل عليه ما اتذكر اشتغل فترة بسيطة يقول يا ابو عبد الله كان حق البنزين ما القاه وحتى السيارة ما عندي سيارة كنت اخذ سيارة خالي لدرجة انه مرة وانا طالع ابغى اروح خارج الرياض عند اهلي تورطت ما اقدر العب بنزين جلست في السيارة حول ساعات انا ما ادري كم ساعة بس ساعات علشان ما ادري ادق على من يعطيني ما ادري سالفة وضعي يعني الى الفقر يقول احنا عائلة متوسط الدخل لكن وضعي الشخصي الفردي الى الفقر طيب يقول جاء يوم من الايام دقيت علي انت السلام عليكم ابو عبد الله ابو عقيل في جهه من الجهات يحتاجون موظف علاقات عامه معهم انا اللي كلمته ناصر انا الجهه كلموني قالت تعرف احد تثق في احد جاء في بالي هالولد من الله الله ارسله في عقلي وفي مخي اني اكلم اي شارك معنا في القناه في الاعداد او العلاقات فتره يمكن شهر كلموني جهه قال نبغى الرجل هذا انه يكون قالوا نبغى واحد ما قدر هذا ما يعرفونه نبغى واحد فجاء في بالي هو لانه طلع من القناه وما ادري عنده وظيفه ما عنده عنده تجاره ما عنده عنده وضع ما ادري قلت بكلمكم عثمان عثمان كيفك طيب الحمد لله قلت في جهه من الجهات يبغونك معهم في العلاقات العامه وكذا قال ابشر بالسعاده قلت خلاص بعطيك رقمه تواصل معه بس هذا اللي سويته انا قفلت التليفون انتهى اللي بيني وبين عثمان ما عاد شفته الا بعد تقريبا 10 سنوات الان عثمان مدير الاعداد او مدير منصب معين او برامج او حاجه زي كذا في التلفزيون السعودي منصب عالي وظيفه كبيره مسمى كبير راتب مميز يقول ابو عبد الله فضل الله ثم فضلك سلام جديع الكاميرا ايه ما لقيت لها بال بس كذا مجرد ابغى افعل خير في الرجال ذا يقول تزوجت وشريت سياره فخمه وشريت شقه وعندي عائله الان ابشرك وعندي ولد مدري بنت مدري ولد بنت وعندي كل هذه وعبد الله فضل الله ثم فضلك قلت انا كيف وذكرني السالفه في الجهه ذيك يكلموني قال ابغى واحد قلت روح للرجال ذا هذا اللي سويته ما اخذ الموضوع مني دقيقه ولكن الان استرزق وكون علاقات وصار عنده في برنامج في قناه سعوديه اس بي سي اعتقد اللي يقدمه عبد المحسن اللافي شو اسمه من يعرف يا شباب اس بي سي عبد المحسن اللافي نسيت اسمه البرنامج هو اللي ماسك إدارة البرنامج المهم هو المدير البرنامج ومدير في التلفزيون السعودي في حاجة في مسمى وظيفي معين فسبحان الله هذا اللي قال عبد الله قبل شوي أحيانا سلمت الله يعزك أحيانا بس قدم الخير وانسى ترى الناس تفتح باب خير لهم وانسى الموضوع تقع عند الله فهذا الآن كون بيت وأسرة مجرد مكالمة ما لقيت لها بال جعلني الله سبب الله يرسلني اي والله في موقف اخر وهذا بننطلق به في موضوع الوقف احنا بنتكلم عن الوقف اليوم وما بقي له يعني اسهم بسيطه ويكتمل هذا المشروع وقف اليتيم تبع جمعيه البر الخيريه بجديده وسنقرا تبرعاتكم على هوا جمهورنا وابغى تعليقكم قبل ايام والله الكلام هذا من باب ان تبدو الصدقات في نعمه هي ولا يشهد الله عليه والله يعلم النوايا
بس موقف بس عشان تعرف ان الله سبحانه وتعالى يسخر ايه يسخر الناس للناس. انا الله يجعل البشر بعضهم لبعض سخريه يسخر بعضهم لبعض. جاء يوم من الايام كلمني واحد وقال فيه عائله نعرفها محتاجه مره وكذا وضع مادي سيء وصعب والى اخره يبغى لهم يعني اللي تقدر عليه واحد من الاقارب. قلت تم الله يجعلها بين يد الله اعطيها 1000 ريال. دق الاهل على العائله الفلانيه سلام سلام قالوا ترى احنا من عندنا 1000 ريال قضوا بها حوائج عيالك وكذا وكذا. هي المره الثانيه وهذيك تبكي والله هذا اللي حصل. قالت ايش فيك؟ العاده جزاهم الله خير يعني يعطونهم بس ان المره هذه ايش فيك؟ ليش تبكين؟ قالت اقسم بمن احل القسم يوم قلت السبب انه قبل ساعتين كان كلام الصباح اني مصلي الضحى او ساعه واني ادعو الله سبحانه وتعالى ان يسخر لي من يسدد فاتوره الكهرباء عندي 780 ريال. والان بعد ساعتين يستجيب الله وبدون ما اكلمك واقول سددوا عني ولا افزعوا لي الله ارسلك جعلك سبب وخلاك تتذكريني ها علشان تكون سبب في الفاتوره تتسدد لانك بيقطعون علينا والدنيا حر. فالله مسبب الاسباب. والله يرسل الناس لبعضهم واجعلنا بعضكم بعضا سخريه هذا هذا مسخر لهذا وهذا هذا اللي عنده فلوس مسخر للفقير والفقير مسخر لكذا والكبير الصغير وهلم جرة. فسبحان الله العظيم ترى هذا المبدا هو المعادل مع الرب سبحانه وتعالى. الفقير اللي يكون قريب ليش النبي صلى الله عليه وسلم يقول اول من يدخل الجنه الفقراء؟ ليش؟ لانهم يعانون لانهم قريبين من فقرهم وحاجتهم يشتكون الى الله كثير يدعون الله كثير يا رب ارزقنا يا رب اعطنا يا رب يا رب يا رب يا رب وقريب من الله بالطاعه وبالعباده والى اخره. لكن في الطرف الاخر ليش قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للعبد الصالح؟ كما ان الفقراء يدخلون الجنه من اوائل الناس كذلك الاغنياء ومن لديهم مال مدحهم الله بس بالصدقه. منهم عثمان منهم عثمان بن عفان يعني انت اللي عندك مال بالصدقه ونعم الرسول يقولها نعم المال الصالح للعبد الصالح. العبد الصالح عنده فلوس زي الراجحي سيما الراجحي صلى الله أن يطول في عمره ويشفي عافيه انفق ولكن الله أعطاه مال هو عبد صالح ومال المال الصالح. فكذا الحياة تستمر. الله أكرم الفقراء بالجنة يدخلون في البداية كأنه يقول عانيتوا وعانيتوا وعانيتوا فأنا أكرمكم بعبادتكم وطاعتكم وقربكم لي ادخلوا الجنة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الأغنياء لا يا حبيبي وقف مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته يعني ما جبته وين صرفته؟ ممكن أنك جبته بالحلال لكن لما صرفته صرفته في حرام وفي صرفته في حلال لكنك تك على جنب. دول أغنياء مليارديرية مليارديرية اللي الناس ينظرون ومصدرون المجالس ها يوم القيامة راح يوقفون يجي الملياردير الفلاني تك يا حبيبي صفط ملياردير إيه طول كم عندك مليار مليارين 3 مليار وقف وقف انت مسلم وقف زي نقطه التفتيش والله اني صادق هذا كذا اعطيك اياها بصوره بسيطه وقف صفط. الفقراء الجنه فقراء اللي الله رحمهم ورضى عنهم الجنه على طول. لكن الغني وقف مالك منين جبته وين انفقته؟ يبدا الجواب سين وجيم سين وجيم وسين وجيم وسين وجيم ثم اذا رضي الله عنك شرع مالك انك انفقته في سبيل الله وفي اليتيم وفي المسكين وفي المحتاج وكسبته من مال طيب وكسب طيب فالله سبحانه وتعالى يا ملائكتي قد غفرت له روح الجنه مع الفقراء بعد الفقراء. شفت كيف؟ معادله كذا في المعادله دائما ربي اللي يقرا في كتاب الله وفي التفسير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ترى فيه عمق كثير من الناس ما ينتبهوا له. احنا الان لما نقول الصدقه لما نقول الان عندنا وقف اليتيم والناس تبادر وتنفق وتعطي فرحا ليش؟ لاجل سواد عيوننا. احنا بس مذكرين احنا بس مذكرين ها مو بعشان عيوني ولا عيونكم ولا حضوركم ولا حضوري احنا سبب جعلنا الله في هالمكان ننفع الفقير والمسكين واليتيم واللي عنده مال اعطي للفقير زي احنا بس سبب نوصل على الشاشه للجمهور فهم عن طريق تطبيق رسمي يروح لجمعيه البر الخيريه بالجديده فينفقون اموالهم في سبيل الله فهنا الحسنات يذهبن السيئات. انت كسبت مالك ولا انفقت في حرام هنا المعادله الاخرى الجديده انت كسبت انفقت في حرام صح لكن كن ذكي انفق في سبيل الله حسنات يذهبن السيئات انفق في سبيل الله الحسنات يذهبن السيئات. فكلما انفقت فكلما اعطيت في صدقه في بر ليتيم لفقير لمسكين لمحتاج فكلما سيئاتك
تنزل 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 حتى ترتفع معادلة الحسنات فتجد نفسك في الجنة. يا ربي كل هذا السيئات اللي سويتها دخلت الجنة، كم أنت غفور رحيم يا رب. لا، رحمتي وسعت كل شيء، سبقت رحمة غضبه، لن يدخل أحد الجنة إلا برحمته. ولكن بعد يا عبدي أنا أعطيتك أعمال وأنا رحمتك بها، اللي هي الصدقة، جعلتك تنفق في سبيل الله، مثل الوقف الآن نتكلم عن وقف اليتيم تبع جمعية البر الخيرية الجديدة، لأنه حنا بصدد الحديث عنه ونبغى نسعد الآن، وأعطنا الشاشة المخرج، أعطنا المبنى الاستثماري الآن نتكلم فيه عن هذا الوقف. جعلت لك هذا المبنى الاستثماري وهذه الجمعية وهذه القناة وهذا الوقف اللي بين أيدينا الآن في مكة المكرمة داخل حدود الحرم، لتنفق، لتكفر سيئاتك، لترحم اليتيم، لتكون مرافق مع محمد صلى الله عليه وسلم، لكي أرحمك، فعطيتك منفذ رحمة فاتجهت لمنفذ الرحمة، فهنا أرحمك يا عبدي. هذه المعادلة مع الله، كل ما أعطيت كل ما أعطاك، أكرم تكرم، ارحم ترحم، معادلة مع ربك جميلة، ومعاملة مع الله مو مع بشر. لما تتعامل مع بشر، البشر ممكن يخونك وتنجرح وتنطعن، لكن الكريم ما يخونك، كريم تجارة رابحة. الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فأضاعفه له، إذا قال للشيء كن فيكون يقول لك أنفق، إذا اللي يقول كن في الشيء للشيء كن فيكون، يقول مثل الذين ينفقون أموالا في سبيل الله كمثل حبة أنفقت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. يعني ذكر لك الأرقام ثم قال لا وزيدك في شعر البيت، والله واسع عليم، بعطيك ما لا نهاية من كرمي، لكن ورني خلني أشوف. اليوم عندنا وقف اليتيم يا شباب، أبغى كل واحد منكم الآن يعطينا مشاركة لها المبنى الاستثماري، ما بقي عليها للقليل القليل القليل، ونسعد بإكماله. فهمتكم وارسلوا تبرعاتكم، باركود أسفل الشاشة، ادخلوا المتجر وروحوا تطبيق الراجحي أيقونة وقف اليتيم، واللي قبلها جمعية البر الخيرية الجديدة أو الآيبان لأي بنوك أخرى، وتذكروا أنكم مع الرسول. المعادة ذكرناها، ابدأ الآن بشراء مقعدك جنب الرسول وشراء مقعدك في الجنة. سيف السالم. عبد الله، أول شيء شدني كلامك في اليتيم وما اليتيم، أنا حصل لي موقف مع اليتيم، وقبل لا أقول الموقف علشان نتكلم في الوقف، أنا مداوم في المكتب العقار عندي، فيه عندي مالك عقار تأخر عنده المستاجر بدفع الإيجار اللي هو حق 6 شهور، وأنا عرفت أن العائلة هذا يتيم، أنهم يتمى، جاتني أمه ومعهم أطفال في نفس المكتب، حين جالسين في المكتب، مكتب صغير، قامت تشتكي وتقول اصبروا علي شوي وبعد يومين بعد 3 أيام بتجينا فلوس وبندفع، وزوجنا الله يرحمه أبونا ميت وما أدري ويش. كان في أحد الشباب جالس كبير سن يسمع الكلام هذا، على طول أول ما طلعت قال أنا بأدفع كل الحقوق اللي لهم، وولدها اللي عندها يبشر بوظيفة. الله، هذا وأنا في نفس المكتب. الله أكبر. فوالله العلي، والله العلي العظيم، أني أشوف ناس واجد يتأخرون في إيجارات، يتأخرون في مصاريف، يتأخرون في طعام وفي شرب وفي لبس وأغراض مدرسة، أشياء واجد تجهلهم في البيت ولا يدرون، ما حد يقدر يجيبها لهم. فأناشد من يشاهدنا الآن أمام الشاشات أخواني وأخواتي ومشاهدين الكرام، قسم بيات الله أنه لو أنه نص ريال ولا ريال، وأنه أي مبلغ تقدر تتبرع فيه في هذا الوقف، والله العلي العظيم أنك تسوي خير وشيء عظيم مع اليتيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا وكاف اليتيم كاهتين في الجنة، مع زود الخير خيرين، ومع الرسول صلى الله عليه وسلم. والوقف موقع في مكة المكرمة، في مكة المكرمة، لا إله إلا الله، الحسنات مضاعفة، فلا توقف، قسم بيت الله لو تبرع ريال ولا 100 ريال ولا أنا ما بقول رقم، لأنك أنت تقدر تحط مبلغ يكتمل في هذا الوقف، والله العلي العظيم إن في ناس يحتاجون هذا المبلغ. بعدين شيء عجيب وشيء مهم، ألا وهو أنه عن طريق الباركود عندكم على الشاشة، الشيء الثاني في التطبيق جمعية مرخصة، كل شيء نظامي، الجمعية هذه راح تدوم معك على طول، أكتمل الوقف بيجيهم الدخل، بيجيهم الشغل، بيجيهم المصاريف أو الدخل اللي في المبلغ هذا، ما راح يوقفون، بيسوون مشروع ثاني، أرض ثاني وثالث، فالأجر بيمشي معك على طول. فأوصيكم ونتعلم منكم ونتعلمون منا، فصلى الله وسلم على نبينا. الله يبيض وجهك يا سيف، ورفع الله قدرك، وأبشرك أن أهل الخير من كل خير قريبين. يا جمهورنا أخواني وخواتي اللي يشاهدونا الآن، هذا الوقف في المبنى الاستثماري لجمعية البر الخيرية الجديدة، خلاص يعني إحنا دائما نعلن أنه أوشك على الانتهاء، أوشك على أنه نكمل هذا المبنى. إحنا قلنا قبل أيام باقي تقريبا 70 سهم 80 سهم، الجمعية كانوا موعودين من واحد بيدفع لهم 100 ألف
فإلى الآن ما حول، عشان كذا قلصنا الأسهم. الآن الأسهم لا زالت ممكن تقريبا حول 180,000 المتبقية و 170,000 على إكمالها. احنا دائما نؤمن أنه الإيصال هو من يوضح أن التبرع وصل، فجمعية مؤمنين على واحد من رجال أعمال يدفع 100,000 حتى يكمل الوقف، لكن الآن تأخر. فأن الآن نقول يا رجل أعمال إن جيت زاك الله خير بيض الله وجهك، وإما جيت فأهل الخير بيسدون ويا زين. الآن من الحق الفرصة ويقبل على الله ويكون مع الرسول. يا ناس يعني باختصار، لما الآن لو وزع افتراضا لو قالوا الآن في تذاكر مثلا عند جامع الراجحي في الرياض، ها التذكرة ب300 ريال وترافق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، وهذا مضمونة 100%. أسألكم بالله بيجي زحمة وبيجي مقاتل وطرح وطريح علشان حصول على التذكرة ذي ولا لا؟ بشتري نفسي وجماعتي وأهلي وربعي، أبغاهم كلهم معي، ماني مشتري. طيب خلنا نتفق على الشيء ذا، اتفقنا كلنا نشتري صح؟ عز الله. إذا قالوا فيه تذكرة 300 ريال، والله لو قالوا 3,000 والله إننا ندفع لو نستلفها. لو 3 مليون لو قالوا ذي لو قالوا مليار ندفع. خلنا على السهم 300 ريال، ها خلنا على السهم 300 ريال. لو قالوا 300 ريال شراء تذكرة تكون مرافق محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، تقول ويني من جامع الراجح هناك، والله العظيم السيرة وزحمة ومرور وتفاتيش وعالم وتنظيم سير، لأجل أن نحب الله ونحب رسوله ونبي نكون في الجنة، كأن نقول نشتري وقعنا في الجنة ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم. ليش الآن نفترض أمور دنيوية عن جامع الراجحي وتذكرة؟ ما نؤمن بالله، ما نؤمن برسوله. إذا كنت تؤمن بالله وبرسوله فالآن اشتري مقعدك جنب رسول الله، انتهى النقاش. ما يحتاج أقولك جامع الراجحي الحق لا تلحق ما تلحق، ما يحتاج أقولك شيء عيني في ورقة في يدك، ورقة الشيء اللي بينه وبين الله سبحانه وتعالى ما أسمع. إيه ما يحتاج أن نقول جامع الراجحي ولا تذاكر. لا يا عزيزي، الآن نبيكم تبادرون، الآن نبي نقفل ونغطي الوقف، الآن نبي نكمل هذا المشروع. اليتيم محتاجنا، اليتيم يبي نوقف معه اليوم، اليتيم أنت عيالك اليوم يأكلون يشربون يلبسون المدرسة، ولادك الصغير إذا جاء قال بابا أبغالي كتاب أبغالي دفتر أبغالي قلم أبغالي مدري صبور أبغالي تشتري له، لأن عندك مادة وما تبغى ولدك ينقصها شيء. أليس في قلوبنا رحمة؟ أليس في قلوبنا عطف؟ أليس في قلوبنا مودة؟ من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، برأك الرسول. قال ما أنت منا إذا أنت ما أكرمت اليتيم ووقفت معه والمسكين وفرشت عنهم، قال ما أنت منا بريء منك. الرسول يقول تيجي جنبي في الجنة إذا كفلت اليتيم. الله يقول أما اليتيم فلا تقهر. أما ترون بأن تأخرنا في إكمال مشروع لليتيم والمحتاج إن قهر لليتيم؟ والله إن أكبر قهر، لأن اليتيم يحتاج أكل وشرب لبس مصروف مدرسي أمور تربوية حتى الدراسة والصحية وإلى آخره. اليوم إحنا نبي نوقف معه، ترى الكلام ذا نكرره بس إحنا نذكر، ترى أنا أذكركم اليوم وأتبرع، أنا بكرة أذكر وأتبرع، لأن أنا المحتاج. في كل يوم ينزل ملكان الأول يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، خالف من الله، ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، ما عصى الله. يقول الله يعطيك خلفا، والله يستجيب ويخلف لك الله. الرسول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول إيش؟ ما نقص ماله من صدقة، مالك بتحطه بصدقة لليتيم؟ بل تزد بل تزد بل تزد. فأنت تعاملك وتجارتك رابحة 100%. فأقبلوا على الله الآن وعطونا تبرعاتكم نقرأها على هم مباشرة. توكلنا على الله وخلونا نقول للمبنى الاستثماري عطنا تو ويندو يا مخرج، نقول له في أمان الله ودعناك يا المبنى الاستثماري في مكة، لأن ورانا ناس أهل خير قدها وقدود ومن كل خير قريبين. هذا المبنى الاستثماري لا نتأخر. نايف ثامر وش تقول؟ يا حظ من يشارك في هالوقف العظيم اللي هانت ما بقى شيء يخلص. أنا قبل تقريبا 3 أيام أو 4 أيام كان في شخص متبرع لي بمبلغ ما يقارب 10,000 ريال بنيتي. تبرع لي شخص قبل يومين مع الإعلامي سالم سعيد بمبلغ ما يقارب 10,000 ريال، ما كنت موجود، فحاب أشكره. بيض الله وجهك، والله إني ما أعلم من أنت، لكن جزاك الله خير وبيض الله وجهك، والله يجعلني عند حسن النية، ويا حظك بالأجر، دامك شريك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة فأنت محظوظ. وكل شخص راح يشارك في هذا الوقف اللي أوشكنا على الانتهاء منه سيكون محظوظ. فالرسول اللهم صلي وسلم عليه يقول أنا وكافل اليتيم كهتين في الجنة. ما أعظم أن تكون مع الرسول اللهم صلي وسلم عليه في الجنة. والرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يقول داووا مرضاكم في الصدقة. فالكثير يعاني من المرض، يعاني من الأشياء اللي أصابت في حياته،
فلا تدري لعل الله تبعت ذلك أمر ممكن أن بالصدقة أن ربي يفتح لك باب الشفاء، يفتح لك باب الرزق، ييسر أمورك، يفرج لك كربة. ففي الختام وقبل السلام صلوا على خير الأنام فتبرعوا يا باغي الخير أقبل، هانت ما بقى شيء والأمور بإذن الله أنها طيبة. الله يسعدكم جميعا. يعطيك العافية نايف، بيض الله وجهك، تعال شوف جنبي هنا، بيض الله وجهكم على العشاء الجميل الرائع. ولكن احنا قبل نروح للعشاء نقول لإخواننا وأخواتنا الآن يتبرعون، وأطلب طلبة لأبانا وأمهاتنا الجدات والغالين اللي متابعين الأخوات الإخوان والأخوات الآن خلونا نكمل هذا المشروع. عطنا تو ويندو المخرج، عطنا تو ويندو مع المبنى الاستثماري والمتجر معروف. الآن أبغى تتبرع، أبغاك تروح أخوي وأختي لوين؟ تطبيق الراجحي، تروح إلى أيقونة تحويل، ثم جهة خيرية، ثم تكتب الجديدة، يطلعك جمعية البر الخيرية بالجديدة. الأيقونة قبل الأخير كلمة وقف اليتيم، وليس كلمة يتيم لوحدها، واضح؟ كلمة وقف اليتيم، أضغط عليها وتبرع، ما باقي إلا القليل. الآن نبغى ننفق، نبغى نشارك، نبغى نتبرع. المبنى الاستثماري هذا ما باقي عليه إلا شوي، زي ما قلت لكم رجل أعمال بغى يتكفل بالمبلغ لكن الآن ما حول إيصال، فإحنا بنجمع التبرعات لجمعية البر الخيرية بالجديدة. إن جاء رجل أعمال وأنتم كملتوه بيض الله وجيهكم، إن كان بينتقل معها من وقف ثاني فالله يقويه، وإن كان ما بينتقل فأنتم الآن اللي بتصيدون الأجر، يا تلحق يا ما لا تلحق. فالآن نبيكم واقفين معنا مثل ما احنا واقفين 10 رجال و15 رجال الآن لأجل اليتيم نتحدث. عبد الله الحربي وش تقول؟ اليتيم الآن قدامنا يتابعنا، المبنى الاستثماري توندو معنا على الشاشة، الجمهور يتابعونا، ما باقي الا اسهم بسيطة ونقفل نختم هذا المبنى. بسم الله الرحمن الرحيم. انا حث الجمهور انهم يتصدقون باللي يقدرون عليه. اول شيء بنية ان الله ييسر لك امورك وان الله يفتح لك ابواب الخير وان الله يوفقك بحياتك. احنا الان بوقت دراسة، انت بالتيسير من الله سبحانه وتعالى تصدق باللي تقدر عليه، ما تقدر ما عندك امكانية انشر، لان الدال على الخير كفاعله. يا سلام، صلى الله وبارك. التبرعات بدأت تجي الآن، سميرة محمد 50 ريال، منيرة الوهيبي 50 ريال، سارة الأسمري 50 ريال، لطيفة حمد 50 ريال، عبد الرحمن عبد الله 100 ريال، شريفة عسيري 300 ريال، رشا الزهراني 50 ريال، جواهر كذلك قمي 100 ريال، وعبد الكريم العزيزي أو العزيز 100 ريال، وعبد الله القحطاني 100 ريال. جمهورنا الآن اللي نقدر عليه 50 100 10، المهم المبنى بيكتمل قبل لا يجي رجل أعمال ممكن يتابع الآن ويكمل الوقت. أنا أعيد وأزيد وأقول دام الخير وافاك فوافة، فأنت الآن الخير قدام يديك وقدام عينيك، فلا تفرط على نفسك، دام الله سهل لك عمل الخير هذا فأنفق ينفق عليك من ربي سبحانه اللي خلقنا شق أسماعنا وأبصارنا وقادر على إحيائنا وإماتتنا وقادر على غنانا وقادر على فقرنا، فهو الغني والكريم المعطي إن كنا نؤمن بهذا كله. فالآن حان وقتنا نعطي لمثل هذا الوقف داخل حدود الحرم وفي مكة، والإنفاق والوقف مدى الحياة فالأجور مضاعفة. سعود علوش وش تقول؟ حماس وتفاعل وإيثار مع جمهورنا. أول شيء أبو عبد الله، فعل الطيب والوقفة الطيبة هذه غير مستغرب من جمهور الواقع بتاتا يعني، واللهم لك الحمد. أنا من أول دخلت البرنامج وأنا كان همي الوحيد هو الوقف، والحين أنا في فرحة لا يعلم فيها إلا الله، أني أنتظر بس متى يكمل عشان تصير فرحة يعني اختامية قريبة إن شاء الله قريبة. ممكن الآن لو أهل الخير وقفوا إن شاء الله، هم يوقفون معنا إن شاء الله، وأهل الخير مو مخلي هذا الشيء يروح كذا يا رب يا كريم. بالنسبة فالوقف يعني داخل حدود الحرم، فالأجر بأجرين، والأيتام الصبح هم راح يكونون ناس يعني لهم شأن في المجتمع إن شاء الله، من ناحية دكتور طبيب مدرس، فلازم ندعمهم الآن عشان بعدين هم اللي يكونون معنا. وبس والله أترك المجال، بيض الله وجهك، بيض الله وجهك، وبشرك سعود والشباب جميعا وإخوانه وأخواتنا المشاهدين والمشاهدات. اللي عنده خير، البارح وصل تبرعات اللي ب4000 واللي ب5000 واللي ب10000 و20000، والآن اللي يقدر ب100 يدفع و50 يدفع، قوم تعاونوا وما ذلوا. احنا الآن نمسك يدينا في يد بعض، نوقف لأجل مبنى، المبنى يدوم مدى الحياة، وإحنا من ننفق الآن لنسعد صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. في اليتيم الآن ينتظرنا، خلونا نفرحه ونسعده ونبهجه، والله إن سرور تدخله على قلبها اليتيم ربما ربي يرحمك ويدخلك الجنة اللي هي منانا مبتغانا هدفنا مرادنا. فالآن نعطي اليتيم ليعطينا الله، اللي أوصانا في اليتيم في القرآن ورسولنا أوصانا في سنة عليه الصلاة والسلام. الآن التبرعات، عائشة عرار 50 ريال، أمل محمد 300 ريال، عائشة
الشتوي 51 ريال، ميعاد عبد الله 300 ريال، اروى الحربي 100 ريال. عبد الله عتيبي ايش تقول؟ ثم بنروح كل واحد منكم يعلق 10 ثواني 20 ثانيه. ايش تقول يا عبد الله؟ انا اقول والله للعطاء لذة، فكيف لو كان العطاء لله؟ الله. والانسان يعطي وينفق ولا يخشى، لان الله سبحانه وتعالى هو الذي كفل لك الاجر، وهو الذي سماها بتجاره. تجاره مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. الله اكبر. اليتيم اليوم يحتاجنا، واحنا والله نحتاجه، لانها لله سبحانه وتعالى. يا سلام. اليوم اجتماع هذا المبنى المبارك في انه عمل جليل وفي ارض مباركه، الاجور مضاعفه. لو اقول لك سوي زي هذا الوقف تقول لي اتمنى لكنه مكلف، اليوم نقول حط سهم. وانما الاعمال بالخواتيم. اليوم هذا الوقف سيختم وسبإذن الله سيتم، فودنا والله انك بس تنفق وتحط سهمك واجعلها باذن الله لله، وهذا والله اعلم. بيض الله وجهك. تبرعات الان، تم التبرع 300 ريال عني وعن والدي واخواتي، ارجو منكم الدعاء. ام باخت الحربي، كتب الله اجرك، والله يحرم وجهك عن النار ورفع الله قدرك، والله يصلح لك النيه والذريه ويحفظ والدينك واخواتك ولا يحرمكم بعض يا رب العالمين. 55 ريال تبرع، 50 ريال تبرع من محمد، و200 ريال، وهنا واحده تبرعت ب 6 ريال تقول الذي نفسي بيده. ما على طول دخلت مصرف الراجح، يا ابي اتبرع بنيتي ونيه امي وابوي وبنيه مناحي الرجباني وامه وابوه واخوه ابو سلطان، ويوم دخلت على الرصيد ما حصلت في حسابي غير 6 ريال تبرعت بها بنيتنا. وانا والله اني تمنيت اتبرع عن اكثر من كذا، بس هذا اللي حصل بحسابي، وباذن الله مو باخر مره. الله يكتب اجرك ويزيدك من واسع فضله، وتركت عملتي مع الله. الله اللي قادر على كل شيء، فهو سيغنيك وسيزيدك وسيبارك لك وسيعطيك، لأنك تعاملتي معه في تجارة الرابحة ليست كتجارات الدنيا. طيب عبد الواحد ثم سلطان ثقل ثم سيف. سيف تعال شاركت عبد زملائك. كلهم تهاوش على نفس السبب. سببنا واحد. لبنت برع بنية أبو 6 ريال. إيه. بنية بتبرع بسهم والله العظيم. بيض الله وجهك. الله يكتب أجرك. ولها من عندي تواصلوا معه، ولها من عندي 500 ريال. بيض الله. تحية تحية لأخونا عبد الواحد، كل الله أجرك وجزاه الله خير. إذا هنا شوفوا كيف الخير في أمة الخير، يعني زي ما أشوف المنظر الآن الجميل من الشباب بحسب الله حسيبه محب الخير، لما شافوا هذه تقول ما عندي إلا 6 ريال، واحد قال بتبرع ب 300، وواحد قال من عندها 500. هذا الخير نبيه الآن فيكم لليتيم وهو موجود. نعم. وضح الموضوع؟ هذا الخير نبيه، هو اللي فيكم، بس نبيه الآن المبادرة من عند درويش، من عند درويش. فهذا الخير الآن موجود فيكم، نبيه الآن اليتيم. اليتيم ما بقي إلا أسهم بسيطة اللي نقدر عليه من 300 ب 1000 2000 3000 10000 20000. رجال أعمال سيدات الأعمال أنفقوا ينفق عليكم. الرسول يقول يا معشر التجار إن أموالكم يشوبها ما يشوبها من الحرف ومن فطهروها زكوها نموها بالصدقة. سلطان. أقول الله يوفقنا وإياك ويجعلنا وإياكم إن شاء الله من مقبولين عند الله عند خلقه. آمين. الآن الباص جده بيروح. الباص ده مروح. القافلة تقصد. القافلة الباص اللي فيها أهل الخير كلهم. يا سلام. ما عاد بقى إلا محلات الركاب قليلة. فالرابح اللي يبادر ويركب مع أهل القافلة ويتجه ربنا كريم، وتأكد إنك كل ما دفعت أنت والله العظيم إنها ما تنقص، والله العظيم إنها تزيد وتزود وتزود. يا رب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، بل تزده بل تزده بل تزده. يا رب. ومع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة، فالحقوا يا مسلمين الحقوا، ترى دراهمكم والله العظيم منها والله أنكم تجمعونها للي وراكم. خلك خير وانفع المسلمين وجعلنا وياكم الموفقين. آمين. أم علي العتيبي تطلب منكم الدعاء لها بالشفاء والعافية، ويؤلف بين قلوب عيالها ويصلحهم. نسأل الله يا أم علي أن يؤلف بين قلوب عيالك، يصلحهم ويبارك لهم، ويرزق يا رب العالمين الشفاء والعافية وطولة العمر على طاعته ومرضاته، وأن يصلح لك النية والذرية ويعطيك من واسع فضله وكرمه، فهو الكريم سبحانه. وأنت نصيتيه فاللي ينصله بيكرمه، فأنت ربي بيكرمك بما طلبتي، فبشري بالخير. هنا تبرعت مبلغ اللي أقدر عليه، والله يجعل بنية ونية أهلي ونية مناحي الرجباني والديه اللي توصلونها له وصلت، يستاهل مناحي. مها عبد الله العتيبي تبرع 100 ريال كذلك. التبرعات لا زالت كثيره، ومعكم اليوم نبغى نكمل الوقف، يعني من الاخير اليوم نبي نسعد اليتيم، نبي نفرح اليتيم، نبي اليوم نبهج اليتيم والمحتاج هناك في جمعيه البر الخيريه الجديده. الباركود سهل، التبرع روح اسفل الشاشه وجه الكاميرا يطلع لك الرابط، ادخل المتجر تبرع
وان كان ما عندك ولا ما تعرف روح تطبيق الراجحي، التطبيقات صارت سهله، اول كانوا الناس يمسكون سلع الصرافات للانفاق للجمعيات، الان بفضل الله التطور والحضاره في مملكتنا الحبيبه كل شيء قريب، فالان انفقوا وفرحونا. سالم جديع، اقول الله يجزاكم خير ويرضى عليكم. انا في كل مكان اوصل له وكل نجاح اوصل له اتذكر سمي الشيخ سالم بن سيف الوهابي القحطاني، الله يجعل ربي يرحمه ويغفر له. وانا بختصر الكلام، انت والله كفيت ووفيت، وانا اتبرع عن نيته بسهم الشامل 300 ريال، والله يجعلها ان شاء الله شفيعه لي يوم القيامه وسلامتكم. امين. الله يرفع قدرك، جزاك خير. هنا فعلت خير، قد ما استطعت تتبرع الا ب 10 ريال، اسال الله ان يرزقني من حيث لا احتسب، ودعواتكم لي بالتوفيق. ادعوا لها يا شباب، ادعوا لها يا ساده يا مشاهدين، نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك من واسع فضله ويفتح عليك ويجزاك خير. يا زين اللي يعطي بس لذه العطاء لا يعادلها شيء. فالآن الأخت واللي قبلها بستة ريال وهذه بعشر ريال واللي عنده 300 لا تبخل، أعطي تعطى من ربي سبحانه وتعالى. لا زالت التبرعات الآن مستمرة، سنقرأ من تبرعاتكم وعطائكم وأنفاقكم لمثل هالجمعية المباركة. الآن هنا التبرع يقول من مين؟ من سرى تتبرع بخمسين ريال، وهنا لطيفة حمد 50 ريال، وعبد الرحمن 100 ريال، وسميرة 50 ريال، وشريفة عسيري 300 ريال، ورشا الزهراني 50 ريال، وهنا القحطاني 100 ريال، وهنا العزيز 100 ريال. والتبرعات لازالت منكم. الآن لما نقول تبرع ترى أفرح، لا تقول ذولي يشغلون بالتبرعات، والله العظيم إنها سعادة وفرح إنك تلقى اليوم من يذكرك بعمل الخير في جهة رسمية مرخصة مصرحة، الأموال تصل إلى مستحقيها. أفرح وانبسط وارفع راسك فوق، إن الله سخر لك هالجمعيات وأعمال الخير إنها تكون في جوال في يدك، تتبرع للجمعية هذه وتنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى، ويكرمك الله ويصلح لك النية والذرية ويشفي لك المريض. الرسول يقول داووا مرضاكم بالصدقة. من يعلق منكم؟ فايز الشهراني. مايكك. كلمتي اوجهها لرجال الاعمال اللي عنده راس مال ويخاف عليه ويبغى الله يبارك له في ماله وحلاله وعياله، يتصدق منها، يخليها زي شهريا يطلع من راس ماله، يطلع فلوس منها صدقه كل شهر كل شهر، بيشوف التغير ويلاحظ التغير. حتى اللي ما معه فلوس مثل فاعله الخير اللي قبل شوي، الله بينعم عليها وبتتذكر كلامي لو تشوفها ذا الحين، وبتدري ان الله بيعوضها بالعشرة ريال اللي صدقت بها دبلها 10 مرات. عز الله. اسمع الخير الان، سهام موسى الخولي تقول عني ووالدي دعاءكم لبنتي المريضه، تتبرع ب 2000 ريال تحيه لها، وكتب الله اجرها، واسال الله جل في علاه. ترى هذه على فكره تبرعت قبل ايام اعتقد ب 20,000 كانكم تذكرون صح؟ والبارح تبرعت 100 ريال، والان تبرع 100 ريال 2000 ريال عفوا 2000 ريال. سبحان الله، انا نظرت الامر هذا من شق اخر، شوفوا كيف حب الأم لبنتها والرغبة بشفاء ابنتها بالصدقة، لأنها تعلم بأن الرسول يقول داوا مرضاكم بالصدقة، فهي تحب البنت بنتها وتبرعت في وقف يدوم مدى الحياة في مكة المكرمة بنية شفاء بنتها. وتطلب منكم أنتم يا أهل الخير، ما نصتنا على الشاشة إلا احنا عبر الأثير والفضاء، وأنتم تتابعون من خلف الشاشات، لعل واحد منكم ولا واحدة منكم الآن للمرأة هذه اللي تبرعت ب20,000 ثم ب100 والآن ب2000، واحد منكم طالبكم من أخيكم لها ولبنتها أن الله يشفيها ويعافيها، ربما تجد باب مفتوح السماء فيستجيب الله فيحقق منى هذه الأم اللي رغبت اليوم بكل يوم تبرع بأن الله يشفي بنتها. ادعوا لها يا الخير، والله أنكم تحبون الخير وأنكم قريبين كل خير، فادعوا لها الأم اللي اليوم اللي تعبانة نفسيا وتتبرع وعندها إيمان بأن الله سبحانه وتعالى سيشفي ابنها بصدقة لهذا الوقف، وقف اليتيم لجمعية البر الخيرية بالجديدة. همتكم ودعائكم وصدقاتكم لا زالت معنا الآن، باقي 5 دقائق والتبرع ما ياخذ دقيقة، فرحونا اللي عندهم الآلاف يحطونها، ارموا الآلاف ذي في وقف يدوم لكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، من ضمنها صدقة جارية. هذا الوقف صدقة جارية، لأنه وقف وقف عثمان بن عفان أكثر من 400 سنة، وأنتم عندكم خبر، لكن نذكركم ونقول لكم عداد الحسنات مثل أمبير، حتى أنت في قبرك حسناتك تمشي تمشي، وأنت في قبرك أنه في نور تلقى في قبرك، ضياء
الآن القبور في الأموات في قبورهم الآن ينتظرونكم، أبوك أمك أخوك أختك الميت منهم الآن ينتظر فرح وسعادة، ويجيه صدقته الصدقة هذه على طبق من نور، ترى هذه من ولدك فلان ولا بنتك فلانة، ويدري من في القبر بأنها من فلانة أو فلانة. فأسعدوا من في القبور اليوم، الحسنات تذهب من السيئات، ربما تكون سبب لرحمته لهذا في القبر. نبخل عليهم، وين الرحمة اللي إذا مات الواحد جمعنا بنحفر بير ولا شرنا كرتي موية قمنا نوزع في الحواري، هذه فيها خير. لكن لا تنسون أمواتكم، هذا وقت التواجد والوفاء للأموات بأن نعطيهم وننفق 300 ريال على الميت، هذا نور وضياء، إن كان هناك ظلمة في قبره فربما ينقلب حاله إلى نور وضياء وسعادة وروضة من رياض الجنة بسببك أنت. من أنت ومن أنا ومن الشباب ومن، ترى حنا الله غني عنا، حنا الفقراء إليه، ترى حتى الأيتام ذولي اللي حنا نقول الأيتام بحاجتنا، ترى صدق زي ما قال عبد الله حنا اللي بحاجتهم، ترى فاتحين لنا باب رحمة لنشتري مقعد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة كهاتين، لنشتري باب الصدقة باب أحد باب الجنة الثمانية، لنشتري بأن الصدقة تطفئ غضب الرب، وذنوبنا كثيرة ربي يزعل علينا بالذنب هذا والذنب هذا والذنب هذا، لكن اليوم لما ننفق يطفئ غضب الرب لأن الله يحب المتصدقين، فيطفئ غضب الرب وصدق، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، خطايانا واجد ذنوبنا كثيرة، الصدقة اللي الحين تصدق بها بسبب ذنبك ممكن يروح بداهية ولا عيالك في داهية ولا بيتك في حريق ولا سيارتك في حادث، لكن ربما بالصدقة هذه الله يعفو عنك يسمح لك ويقربك له ويحبك، وتجد البركة في دنياك بدل ما تصلح بيتك وتأثث ب30,000 و40,000 و50,000 علشان احترق، ممكن ما يحصل ذا كله، ربما حادث سيارتك لعيالك ولا ممكن ما يحدث ذا كله بسبب هالصدقة، لأن صناع المعروف تقي مصارع السوء. إبراهيم عواد، أول حاجة بيض الله وجهك، تكلمنا على موضوع الوقف، ما نقص مال من صدقة بل تزد بل تزد، واليتيم نفس ما قال أخوي عبد الله حنا اللي بحاجته، لعل رحمة الله تنزل علينا في هذا الباب وفي هذا الجانب، وما بقى إلا أيام معدودة وأسهم قليلة في هذا الوقف، وأسأل الله أن الله يتقبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. آمين رب العالمين. هنا محمد تبرع 100 ريال يقول عني وعن أولادي كتب الله أجرها، وكذلك تبرع تقول خل المتابعين يدعون لأخوي ربي يفرج همه من السجن، أطلبك يا أبو عبد الله يوصل المتابعين بالدعاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج همه وهمكم وأن يخرج لكم سالما معافى، وأن يبارك لكم فيه ويجعله قرة عين لكم، وأن يصلحه وأن يبارك فيه ويجعله صالح مصلح، وبإذن الله التربية الطيبة تعود إن شاء الله مرة أخرى، حتى وإن انسجن الابن في شيء مو بزين، ترى رسالتي مرة لأم وأمهات ولدها أمسك في قضية مخدرات، قلت لها كلمة، أنا أعرف بيتهم بيتهم طيب، قلت لها ترى البيت الطيب المعدن يرجع، فإن خرب اليوم بيرجع بكرة، وبعدما طلع من السجن بسبب هالقضية رجع صالح مصلح، ساعدت أمه، وجيت عند أمه وقلت ما قلت لك إن المعدن الطيب يرجع، وخيره إنه أحيانا يتأدب، وخيره إن الصلاح من الله، أحيانا إن أحيانا أصدقاء السوء بهذلوه وودوه في طريق سيء، أحيانا وربما ضارت النافعة، فالخير دائما من الله، وبشر بالخير بالفرج إن شاء الله، وبمثل صدقاتكم هذه إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يأتي بالفرج، البشائر عند الله ما عند البشر، فالله يرسل ويكون للبشر سبب. فأسأل الله يا أختي اللي قلت الآن دعوا لي أخي بأن يفرج من السجن بسبب صدقتك هذه، أن ربي يفرج عنه بسبب من الأسباب المرسولين من الله سبحانه وتعالى. طيب حنا نبغى نختم سيف السالم. يا مرحبا أخي عبد الله، أنا أشكرك عليكم وأشكرك على إتاحة الفرصة هذه، ودي أحد المشاركين في هذا الوقف، أنا في عندي كلمة، في عندي ناس متجملين فيني أنا يا سيف، ودي أتبرع لهم بسهم قوي، سهم أحتفظ فيه وبعلم فيه بعد شوي بيني وبين الله، اللي هم ربعي آل معوض. انا ودي احفز نفسي واحفزهم اتبرع بنيتي ونيتهم في وقف البر، في وقف البر الجمع وقف اليتيم، وقف اليتيم جمعية في مكة البر الخيرية بالجديدة، جمعية البر الخيرية في مكة بالجديدة في مكة المكرمة، اتبرع لهم بسهم عن نيتهم، بيض الله وجيههم يعطيهم الصحة والعافية. تحية تحية الأقربون والمعروف، بيض الله وجهك لهالمبادرة. إذا جمهورنا الكريم احنا بنتعشى الان، هذاك راح هذاك راح، فمن هو عبد الله حربي؟ عبد الله حربي راح، الله يستر عليه، راح الصراف يكون راح يتبرع جزاه الله خير. آمين يا رب. طيب حنا ختمنا حلقتنا، ولكن قبل الختام نبغاكم وطالبينكم، وهي وقفة رجال أبشروا بالسعادة، حنا مقدرين من الجمهور وهم الآن صوتهم أبشروا بالسعد ومالكم اللطيبة الخاطر لأجل اليتيم، اليوم وقفنا قدامكم لا تردونا خائبين تجاه اليتيم والمسكين، اللي اليوم
خلاص المبنى الاستثماري بنقوله في امان الله. انتم الان دخلتوا باركود اسفل الشاشه، دخلتوا الكاميرا ووجهتوها وراح الرابط، دخلتوا على المتجر ضغطتوا وتوكلتوا على الله وتبرعتوا، او التطبيق الراجحي جمعيه البر الخيريه بالجديده حوالات، ثم بعدها جهه خيريه، ثم تكتب الجديده يطلع لك جمعيه البر الخيريه الجديده، ثم تضغط على الايقونه قبل الاخيره لانه اكست ايقونات السبع اللي هي وقف اليتيم مكونه من كلمتين وقف اليتيم، اضغط عليها. الان طلبناكم ونخيناكم وزهمناكم بان هل يتيم اليوم تعتبره ضيف عندك في بيتك، فماذا ستكرمه؟ اكيد بالمفاطيح بالخير، انتم اهل الخير واهل الكرم مسلمين وعرب، فانتم اهل الكرم بالذبائح والمفاطيح وتبركون القعدان لضيوفكم اليوم، يعتبروا اليتيم ووالدته المساكينة اللي مات زوجها والولد مات ابوه، ها تكرمونهم. فاليوم احنا نقول كرموهم 300 ريال كانهم عندكم في بيوتكم اللي مقالطين، فأروا الله من انفسكم خير. هذا الكلام ومسك الختام، نعلن ثم نذهب الى مقطع الاعلان في عروق المدينه عندهم عجوة المدينة اللي أوصل النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يصبه سم ولا سحر. وين العجوة؟ أعطنيها. العجوة معروفة عندكم كلكم أو عند أغلبكم، هذه عجوة المدينة، هذا عجوة المدينة الآن أعطنيها في اليد، هذه عجوة المدينة اللي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم قدام إيدينا، واحد اثنين ثلاث أربع خمس ست سبع، سبع حبات الصباح. أيوة هذه الآن سبع حبات، وين يا مخرجي؟ وهذه سبع حبات شفتوها، هذه سبع حبات يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح بسبع عجوات تمرات من عجوة لم يصبه سم ولا سحر. هذه من المدينة المنورة جاية، زائد عند المتجر عروق المدينة 21 منتج آخر، المنتجات هذه منوعة ما بين معمول تمر وكليجة ومعمول دخن إلى آخره. فهذه الآن اليوم ستعطيك يا أخي بيض الله وجهك، هذه المنتجات تعطناها يا مخرج مع سيف، هذه منتجات الآن بنفس الشكل، هذه يجيكم 21 منتج زي هذا معمول يذكرك بالطعم الأصلي، بر وغيره ولذيذ، ومجربين احنا في القناة. وشكرا لكم انكم جبتوا الراعي الرسمي هذا اول شيء علشان عجوة المدينة عشان ما يجيكم سم ولا سحر. نعم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على رسول الله. هذه 21 منتج يجيكم لبيوتكم، سعرهم 300 ريال وفوق. الآن اذا دخلتوا الكود الخاص بكل متسابق للحصول على الحصانة من البرايمين القادمين كلها، فبإمكانك الآن تأخذ كود المتسابق اللي موجود في حساب قناة الواقع في منصة إكس اللي هو تويتر، وتشتري بدل 399 تأخذ 100 ومدري حاجة، الله سعر رمزي جدا وجميل. وقدام يديكم 21 منتج من هذه، شفتوها 21 من هذه مع عجوة المدينة المنورة، على صاحبها أفضل صلاة وأتم تسليم الرسول، يقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فالآن شرائك بحصانة ولا بدون حصانة أنت مستفيد، السعر جميل، ولي إنقاذ المتسابق من برايمين، يعني كأنك تقول إن أعطيته متسابق الأعلى مبيعا فأنت راح توصل للحفل الختامي والمنافسة مع زملائك على المليون ريال وعلى الناموس. وأيضا في حال أنك شريت مثلا بهذه 100,000 ريال 200,000 ريال 50 ريال 20 ريال، ستحسب للمتسابق في التصويت النهائي. واضح؟ واضح. يعني متسابق بدفع مثلا 800,000 وهو شرى الآن العجوة 200,000 مثلا، الآن تحسب 800,000 النهائي مع العجوة اللي شراها 200,000 تصير كم؟ مليون ريال، اللي هي للتصويت النهائي لمتسابق واحد. ففيها حصانة، فيها فائدة بالنهائي، فيها عجوة المدينة أوصى بها الرسول، فيها معمول تمر تقهون عليه قهوة المغربية ولا قهوة الجمعة ولا قهوة العصرية، كلها جمال في جمال وكمال في كمال. وأنا أشوف أحس أن كل أسبوع عندنا منتج يرتبط فيه فائدة. الأسبوع الماضي كان عسل نجومة، نعم، وفيه شفاء للناس. الآن عجوة المدينة جواكم شيء يفيدكم، عجوة المدينة أوصى الرسول به، والأسبوع القادم يكون معنا زيت الزيتون، فكذلك أوصى ذكر في القرآن وأوصي به وكان يحب النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني نجيب لكم كل أشياء تفيدكم في بيوتكم، الله يحفظكم ويرعاكم. أما الآن سنعلن عن الأول حتى هذه الدقيقة، أو نعلن من الخامس، الخامس سعود علوش، أما الرابع، أما الرابع بتطيح، أما الرابع فهو عبد الله الحربي. مبيعات عروق المدينة، عجوة المدينة، معمول التمر وكليج وإلى آخر 21 منتج. أما الثالث سيف السالم، سهل، أما الثاني مناحي الرجباني، أما الأول، أما الأول من ومين؟ من ومين؟ من ومين؟
مين؟ سمعنا. انا شفت الاسم للامانه يا اخي، اشكر لك صراحتك. عرفت؟ كلهم شافوه ما عدا هو ما شافه. الف مبروك. الف مبروك لمين ومين؟ مين ومين؟ مين ومين؟ الشاعر المنشد سالم جديع. الف مبروك حتى الان على مبيعا سالم جديع. نسخة كاريزما اثنين فيها التنافس زين جمهورنا. طيب سالم جديع الاول من ناحية الرجباني، الثاني في اعلى مبيعات عروق المدينة. اللي يبغى يشتري الباركود اسفل الشاشة، وجه الكاميرا واضغط الرابط وروح واشتري متسابقك. شوفوا في اسئلة جت في كثير في تويتر، وش الباكج؟ هو الباكج الان موجود في الموقع باكج اليوم الوطني، بس لازم علشان المتسابق يحصل على النقاط والحصانة من البرايمين القادمين والوصول لحفل الختامي، لازم تضغط باكج اليوم الوطني وتضغط الكود الخاص بالمتسابق. قردوا فيه سوشيال ميديا تويتر وانستغرام الان بحساب قناه الواقع. الف مبروك سالم جديع. وش تقول لمن تابعك وعطاك الحصانه حتى الان؟ وترى اخوياك يقولون مطب السيل له كبره، يعني قدامك رجال يبغون الحصانتين، يبغون الحفل الختامي. قول لا يا الله. طيب تقدر تعلمنا كم؟ والله ما اعطوني، اعطوني ورقه قدام عينك. صل على النبي، انا خليت الربع على كيفهم الايام اللي راحت. ايه لكن اقول وين سلطان ثقل؟ وين اللي يتحدى؟ انا مخليهم على كيفهم ولا تكلمت قبل خطير ذا. لكن الاصايل تلحق وهم فيهم الخير والبركه. لكن لا احد يجي قدامي، ترى من جاء قدامي ما هم ان شاء الله مو بعين خير، لكن لا احد يجي قدامي. انا ما احب التهديد، وانا بكره يخاف يجي واحد غيره ثم تلقى وجهه متغير متحمل. لا صل على النبي، صل على النبي. هذا مشابط حرام. نعم. اليوم خلقت الدنيا والرجال ياخذوا الاول ياخذون الثاني. هذا تهرب سريع. لا مو تهرب سريع، من باب الحماس. من باب الحماس ازرع روح الحماس. فاقول الله لا يهينهم ويبيض وجيههم. تركي السبيعي خليه يجي ضروري. اقول الله لا يهينهم ويبيض وجيههم. انا اتكلم، انا خصم عليهم 10,000، تكلمت معهم اليوم في الكوميشن روم ولا قصروا. والله يجعلني عند الهقوه والخير قادم ان شاء الله. الله لا يهينهم. باذن الله باذن الله باذن الله. التبرعات كثيره بفضل الله لوقف اليتيم، واعذروني ما اقدر اقرا التبرعاتكم لان انت وقتنا بنتعشى. لكن قبل العشاء هنا تقول انا تبرعت 500 ريال وابغى دعواتكم تكفون لامي بان ربي يفرج عليها ويصلح لها اخواني ويقضي عنها ديونها. تكفون لا تنسونها، لا تذكرون اسمي كامل، الاسم الاول فقط، اسمها الاول فقط، هي الاخت مريم. كتب الله اجرك يا مريم على هالتبرع ورفع الله قدرك، وجزاك الله خير على تبرعك لوالدتك. تركي السبيعي عمدة قادم وعمدة مبدع لهذا الاسبوع، لا زال للمجد بقيه معه الابداع والامتاع، كثيرا يفرفش على المتسابقين، كثيرا يبدع ويتألق. ابتسامته على محيا من بداية البرنامج إلى هذا الوقت، في فترة وجيزة يقول لزملائه في العمادة السابقة، في العمادات السابقة: اركدوا تركي جايكم. حياة متسابق للمتسابق والعمدة تركي السبيعي. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير على حسب توقيتكم أو صبحكم الله بالخير. أخوكم تركي ثفيل السبيعي من محافظة المزاحمية. من مؤهلاتي الدراسية دبلوم، أبلغ من العمر 19 سنة، أحب الهوايات لي طبعاً الإبل، هذه الإبل سلوم عندنا ومن عصرنا القديم من أيام جداني وخوالي. طبعا انا حبيت عشقت الالبل وانا عمري صغير، عمري 8 سنين. بالنسبه للمواقف اللي اثرت في حياتي، انا في قصه صارت لي ويدرون اغلب الشباب واغلب الجمهور، ان صار لي موقف مع الخيل والسبه اني ما سمعت كلام ابوي. رحت ذاك اليوم للخيل وانا كنت متولع في الخيل واحب الخيل، كان عندي حصان اسمه الصارم. فكان يقول ابوي لا تروح اليوم هذا، روح اليوم اللي بكره. اقول لا بروح اليوم هذا. المهم طال النقاش طال النقاش وما سمعت كلام ابوي ورحت الخيل، وصار لي حادث عاد انا والحصان، قصه طويله ويمكن بقولها لكم بعدين. المهم اني جتني اصابات من ضمنها كسر في الكتف وشق في الريه وسبع ضلوع تكسرت وامور واجد. هذه بسبه ايش؟ بسبه غلطه بسيطه اني ما سمعت كلام ابوي. واليومكم هذا ما عاد اقول لابوي لا، واللي يبيها اقول على خشمي وابشر. وهذه القصه. هدفي من المشاركه في البرنامج اول شيء مكسب الجمهور، اني اوصل لاكثر اكبر شريحه من الجمهور. ثاني شيء انا دخلت عندي هدف واحد اللي هو نجم الجمهور، وباذن الله اني اخذ الدرع هذا واتنومس به انا وابوي وجمهوري باذن الله استطيع.
هل ندمت اني شاركت في البرنامج؟ بالنسبه لي ما ندمت، لان هذا كان طموح لي، وما ندمت الحمد لله. كسبت جمهور وكسبت معلومات في الاعلام وكسبت اشياء كثيره، من ضمنها اني انا كنت من كان عندي رهاب من الكاميرا، كنت اخاف من شيء اسمه كاميرا. الحين الحمد لله صرت اعلامي، تعلمت اشياء واجد، علمتني الاعلام، وابدا ما ندمت. أعطيك شيلة، والله صوتي مو بزين لكن أبشر بعطيك قصيدة. يقول: أفاخر وماري واتباها ودمي حار، وأشوف الجبل مركاي والأرض زولية، بطولات وأمجاد ونواميس باستمرار، خلقنا كبارية ونبقى كبارية. وسلامتكم. رسالة أوجهها لجمهوري: الله يبيض وجيهكم، والله يجعلني على قد الهقوة اللي أنتم هاقينها فيني، وبإذن اللي ما تنام عينكم ما يجيكم إلا كل شيء يسركم، وأبشروا بي الساطين، وبإذن الله نجم الجمهور معنا ونفرح به. الله يعافيك، يا مرحبا يا ابو مهدي، الله يجزاكم خير، الله يطول اعمارك. مبدع يا تركي، ما شاء الله تبارك الله، الله يجزاكم خير. متحدث لابر، بسم الله عليك. ما شاء الله تبارك، رغم صغر سنه